يا اهلا وسهلا في قصه جديده. هلو جايز ومرحبا بكم معنا في هذه الاستوار هادي. صافا عليكم؟ كلشي وداك ترانكيلو مرتاحين؟ قصه جديده. قبل ما نبداو هذه القصه هادي، هذوك البلانات جيم وداك الشيء الاخر مابقيتش حامل كاع نقولها والله العظيم، وما كنحملش نقولها اصلا، ولكن كنشوف الفرق النهار ما كنقولش ديرو جيم والنهار اللي كنقول ديرو جيم، كيكون فرق اللي كبير. الناس كتنسى هادشي اللي عطى الله. نتمنوا ما تنساوش لايك لهذا الفيديو، كومونتيرات، بارطاجي الفيديو مع العائله ديالك ولا صحابك ولا هذا. يلا نبداو القصه ديالنا. دير الكيت، سير شي بلاصه مزيانه، تكالم ليا مع روحك شويه شهيق ويلا بينا. أكبر تحدي تقدر تعيشه في حياتك هو أنك تخلي شي حد ينسى شي واحد، وبالأخص إلا كان كيعرفو قبل منك. سميتي المهدي وفي عمري 22 سنة، تزاديت في عائلة بسيطة جدا. عندي 3 ديال خواتاتي كبار وجوج ديال خوتي رجال كبار مني، يعني 3 ديال البنات و 3 ديال الدراري. أنا هو أخر العنقود، الوالد مات مني كانت عندي 12 سنة، الوالدة توفات من بعدو بشي 3 سنين، خلتني ولد 15 سنة. خوتي تهلاو فيا ديال بصح، ولكن ما عمرهم يكونوا بحال المقام ديال الوالد ولا الوالدة. مني كملت 16 سنة كانوا خوتي كاملين تزوجوا وتبدلوا عليا، بقات غير اختي الكبيرة. الكبيرة فيهم كاع، بقيت غير أنا وياها في الدار ديال والدينا. شفتها ضحات بحياتها وكل شيء على ودي. شحال من مرة كيخطبوها وما كتسولش فين غاتعيش ولا كيفاش، كتسول غير المهدي شنو غادي يدير، فين غادي يمشي. لا ما نقدرش، خليوني حتى يكبر خويا ويقدر يعتمد على راسه. كانت بحال شي ملاك في حياتي، ما حسيتش براسي يتيم معاها. خوتي الدراري كانوا كيخاصموا عليها بزاف، كيقولوا ليها تزوجي وشوها تزوجي. خلوني ما كنحملهمش على هذا البلان هذا. مني كنمشي عند شي واحد فيهم كيعاملني بحال كيمنى عليا ديال بصح. بقيت غير في الدار ديال والديا مع اختي الكبيره. هادشي علاش غير كملت 17 سنة حبست المدرسة. بديت في واحد الحرفة ديال الميكانيك في الأول، واخا ما بغاتش الخوات غير أني نخرج من الدراسة، ولكن كنشوف راسي أصلا دماغي ما كيدخل لي والو، ما بقى عندي فين نزيد. ضربت شي 7 شهور بحال هكاك في هاد الحرفة هادي، وليت طيارة في الحرفة ديالي. كيجي شي بريكول كيجي عندي نيشان، عاد بنادم كيمشي كتعجبو الخدمة ديالي وكيعاود يرجع. مقاتل مع الوقت. المهم درت 18 سنة، دوزت البيرمي ديالي، درتو في جيبي ورجعت لخدمتي عادي. فواحد النهار كملت الخدمة ديالي وراجع للدار، بانت لي الطوموبيلة ديال خويا الكبير عند الباب. دخلت ولقيتهم كاملين مجموعين، خوتي كلهم، وداوين مع اختي الكبيرة. سمعتهم كيقولوا ليها راه ما غتلقايش بحالو، راه ما غاديش يخصك معاه خير. قلت لهم السلام، شنو واقع؟ وانا نجلس. قال لي خويا الكبير مادي اختك دواو فيها شي ناس وما فيهم ما يتعاب. قلت لي مزيان، شكون هادو؟ قال لي ناس مزيانين ما عمرها تلقى بحالهم. اختي قالت لي لا راه قلت لك. كنت كنشوف فيها وقلت لها اختي الا كان هادشي على ودي غير تهناي، درتي فيا خير ما عمرني نساه لك، والحمد لله دابا نقدر نعيش. قالت لي وا مهدي واش ندير بحال هذاك اللي صام حتى عيا وفطر بصله، نتزوج بواحد داخل خارج من الحبس. كنت كنشوف فيها، بديت كنسول فيهم شكون هذا. قال لي اخويا سميتو عمر، راك كتعرفو عمر اللي في الدرب. بديت كنفكر، عمر كان هو البزناس ديال الدرب، كيبيع ويشري في كل شيء، وكيدير حتى داك السلف الرباوي، كيسلف ولكن ترجع ليه داك الشيء بالرباح. قلت ليهم هذه هي اللي ما عمرها غتكون، واش منيتكم؟ هذاك حياته دوزها غير في الحبس والحشيش والشراب، كيفاش غادي يعاملها؟ قال لي يا خويا الكبير اسكت مهدي اسكت، انت باقي صغير ما عارف والو، وحنا عطينا الكلمه للسيد وهو خرج من الحبس داير عقله وغادي تهلا فيها. بديت غير كنبغي ندوي كيقمعوني، سكت انت غير صغير ما فاهم والو. حتى اختي ما قدراتش تقول لا، واخا هي الكبيره ولكن رباوها والدينا باش تحشم من خوتها الذكوره
وتحترمهم حيت الدراري عندنا في العائله هما الحاجه الكبيره على المراه فهاد الشيء ديال القرارات. هاد البلان هذا دار بوم في الدرب. ولاد فلان الله يرحمه غادي يزوجوا اختهم بفلان على ود فلوسه. خوتي ما ساكنينش في داك الدرب، عندهم هانيه. انا اللي ما كنحيدش من تما كنسمع هاد الشيء في ودنيا. بقيت مع الخوادريه في الدار سيمانه، اللي من موراها جاو خطبوها ما حضرتش انايا. داروا بيناتهم باللي في الصيف غادي يتزوجوا، يعني بعد شي شهرين هكاك. ما حملتوش انا كاع، حتى الخوادريه بانت ليا ما حملاتوش، ولكن خوتي الله يهديهم. المهم بقيت عاطي على الخدمه. بعنا واحد الارض كان مخليها لينا الوالد، ماشي شي حاجه اللي تبدل حياتي. جات لكل واحد فينا شي 6 ديال المليون. انا زادت اختي كبرات في عيني، تخيلوا معايا كي شدات دوك الفلوس في يديها وهي تمدهم ليا، قالت لي دير شي محل ديالك ولا خذ لك شي حاجه، انا ما عندي ما ندير بهم. بقيت عليها لا هادو دياولك هادو دياولك، تقدري تحتاجيهم. ما بغاتش اصلا، ما بقى لها والو تزوج. وبصح بعد شي اسابيع تزوجات، العرس داز زوين ديال بصح. واخا بنادم اللي عارض عليه داك البزناس ماشي شي وحدين نقيين، ولكن الصرف كيلعب دور كبير. المهم صافي اختي تزوجات، ما بقاتش كتقدر تجي لعندي للدار بزاف، كتجي مره في السيمانه وشي سيمانه ما كتجيش. كندويو في التليفون في الواتساب وكذا، وليت ساكن غير بوحدي في الدار. خصني نطيب لراسي ونغسل حوايجي وكلشي، ولكن هانيه نخليها تعيش حياتها الله يجعل البركه. دارت معايا اللي ما ديروش معايا شي وحده اخرى. ديسيديت في البروجي ديالي اني ناخذ شي طاكسي بديك الفلوس اللي عندي. وديك الوقت اللي بغيت ناخذو فيها دوك الفلوس ما قدونيش، حيت بغيت الطاكسي ديالي بوحدي، ما بغيتش نتشارك مع شي واحد. بديت كنقلب حتى لقيت واحد باغي يبيع الطاكسي ديالو بثمن قل من اللي عندي انا، ولكن الطوموبيله اللي فيها الطاكسي كانت قديمه بزاف ومبهدله. ما عندي ما ندير وخديته، حيت واخا الكادر مبهدل ولكن الموتور ديال الطوموبيل كان باقي نقي. خديت داك الطاكسي وحطيته يتصلح. حرفتي هادي حطيته عند عشراني اللي عاملوني ديال بصح. بقيت كنطلع في الوراق ديال الطاكسي وما قدونيش الفلوس. كنت باغي نتسلف من عند شي واحد في خوتي، ولكن اللي سولته فيهم كيحلف ليا بلي ما عنده حتى شي ريال. قلت صافي، خوتي ما بغاوش يعاونوني نشوف البراني الا بغى يسلفني. كلشي كان كيقول لي سير عند عمر. عمر هو راجل الخوادريه، كيقولوا لي راه نسيبك وهو كيسلف بنادم، انت راه يقدر يعطيك داكشي اللي بغيتي. ولكن انا ما بغيتش هاد البلان هذا، ماشي في عائلي. البلان ديال التقلاب على الفلوس وصل لاختي. جات لعندي حتى للدار وجابت لي 10000 درهم، حسبتها لي قدامي وقالت لي خذهم وما تبقاش تخسر فلوسك على والو، خسرهم في شي حاجه عارفه غادي ترجع ليك بالخير. راك كبرتي خصنا نزوجوك. قلت لها يهديك الله، على شحال عندي دابا؟ يلا 19 سنه. مازال الحال. مشات اختي لدارها و عاونوني دوك الفلوس ديال بصح، كملت وراقيه وكلشي كان ناضي، بقى لي الصرف في جيبي كاع. بديت خدام بداك الطاكسي، هو مزيان في الصراحه بالنسبه لواحد خدام بالطاكسي ديالو، الحمد لله غادي مزيان. رجعت لاختي فلوسها، غير داكشي اللي عطاتني في الاخر زعما، خداتو غير بزز من عندي. نوضت مع خوتي الدراري، قال لك بايبيعوا الدار اللي انا فيها، الدار ديال والدينا. قلت لهم صافي انا غادي نشريها، رهنت الطوموبيل وخلصتهم. خواتاتي البنات بثلاثه حلفوا ما يشدوا شي ريال، قالوا لي غير منين نبغيوها ندخلوا ليها ما تحبسناش. قلت لهم مرحبا، الدار محلوله في وجهكم ديما. ما بقيتش انا كندوي مع خوتي رجال من داك النهار، طراو بزاف ديال المشاكل واهمها هذا ديال الدار. باغيين يخرجوني للزنقه، ولكن دابا ولا الدار في سميتي بوحدي. خدام بخير كنخلص في الفلوس ديال البنكه، وعاود ثاني اختي الكبيره حيدت عليا واحد الجزء كبير ديال الدين. في الخدمه تقدر تسميني مول الطاكسي، اصلا ما بيناش عليا حيت مازال صغير. بنادم كيطلع معايا في الطوموبيل كل واحد وشنو كيدير، كاين اللي كيطلع كيشد تليفونو ما كيحيدش عيني عليه حتى كينزل، ولا كينسى وكيفوت ديك البلاصه فين بغا يهبط. وكاين اللي تالف خلوق بلا تليفون، كاين اللي مسكين مشاكله متلفاه، وكاين اللي كيتحن سر كتبان لي غير انت كيطلبك وصلني ما عندي باش نخلصك وما كنقدرش نقول ليه لا. المهم من بين هاد الناس كاملين كاينه هي، مني كتطلع وهي كتسول شكون انت، بخير انت، لدرجة وليت معاود ليها كلشي في حياتي. كنديها من دارهم، يمكن ساكنه مع اخوها، كيقول لي ما تهز معاها حتى واحد، كنديها بحال قلتو كورصه، حتى كنوصلها للمدرسه ديال المكفوفين. البنت ما كتشوفش،
سميتها أسماء، كنوصلها من تنين حتى للسبت وكنرجعها في العشية. البنت داكشي اللي نقص ليها في ديك الحاسة عطاه ليها الله في عقلها، ما عرفش كيفاش نوصف داكشي، ولكن ربيت عليها الكبدة. كنمشي قبل من الوقت وكنتسناهم يخرجوها وكنوصلها، وفي العشية كذلك. ما كندويش مع الكليان ديالي، ولكن هادي حالة خاصة. كنبغي ديك الطريق من الدار للمدرسة تزيد طوال. أنا ما كنخدمش في الليل، كنعطي الطاكسي لواحد نسيبي مزوج بوحدة من خواتاتي وما عنده ما يدار، هو كيخدم بيه شوية في الليل كياخد رزقه وكيعطيني رزقي. في الأصل هو ما كنحملوش حيت كيشرب شراب بزاف، ولكن شرطت عليه يقطع داكشي على الأقل من يكون خدام ما يشربش، ولكن هو مريض في دماغه وما غاضني معاه. بدا مع الوقت كيقول لي واش كتشوف شي حوايج في الطاكسي بنهار، قلت لي كيفاش، قال لي ملي كيكون خاوي كتشوف في المرايه كتبان لك شي وحده، ومني كتلفت كتشوف ما كتلقى والو. خلعني ديال بصح، وليت خدام في داك الطاكسي وخايف مره كنشوف في المرايه، ولكن راه بصح ما كاين والو. فهاد البارتي ديال ليستوار ديالي عرفتو حياتي وقصتي. شكيت انه راجل الخوادريه ملي كيعاود ليا داكشي كيهلوس بزاف، لدرجه خلاني كي قلت لكم شاك في راسي. بقيت خدام عادي، ديك البنت اسماء ولفتها لدرجه وليت كنبقى ندور في الدروبه باش ندوي معاها اكثر. ما كتعيقش هي حيت ما كتشوفش. وصلنا لواحد المرحله كدوي ليا هي على حياتها، شكون هي وعلى الولد اللي هي كانت معاه واللي بسببه وقع هادشي كامل. واحد الشهر اخر ديال الخدمه كملت الفلوس ديال الدار اللي كتساني البنكة. بديت كندير شويه ديال الفلوس في جيبي، ضحكات ليا الوقت شويه. نوضوا اخوتي مع نسيبنا داك عمر البزناس. كنت انا داك النهار جالس كندير قهوه ديال الصباح بحال ديما، هو عيط ليا راجل اختي اللي كيخدم بالليل في الطاكسي، قال لي مهدي اجي للدرب، عمر غادي يقتل شي واحد في خوتك. مشيت لتما لقيت خونا واقف وشي دراري خدامين عنده كيسب في الدرب كامل، وخوتي سادين عليهم بحال العيالات. اول مره كنت غندوي معاه، قلت لي السلام، رد عليا السلام قلت ليه مالك مع الدراري، قال لي خوتك تسلفوا من عندي قبل ما نتزوج بختهم ومازال ما رجعوش ليا درهم. قلت لي وصافي دابا يرجعوا لك داكشي، ماشي دير هاد الشوها، زعما احنا عائله دابا. وهو يدور فيا قال لي الله يحق جد بو عائله، اختكم جيو ديوها الا بغيتوها، دابا توصلها براتها. قلت لي غير بغيت انت منوضه مع خوتها، شنو دخلها هي؟ كلميته شويه بشويه وقلت ليه دابا يرجعوا لك فلوس قريب. حتى مشى في حاله. دخلت عند واحد في خوتي الكبار، بقيت عليه بالهضره مزيان ما سكتش، واخا خويا الكبير سبيتو كاع. عرفت دابا السبب علاش كانوا مصرين انه يزوجوها بيه، يحسب ليهم غادي ينسى داكشي اللي مسلفهم. قال لي داك خويا الكبير اعطيني باش نحيد الدين ونرجعو ليك. قلت ليه والله واخا يبان ليا كيدبح فيك قدامي، تحرق انت وهو، ياك ما نسيتي البلان فاش كنتو باغين تخرجوني للزنقه من داك النار، وانا ما كنعرفكمش وما باغيش نعرفكم بسببكم. هادشي وقع لختي مزوجينا بهذاك. خرجت في حالتي وهزيت طوموبيلتي زعما الطاكسي ومشيت نوصل اسماء ديك البنت المكفوفه. طلعت في الطوموبيل وتحركت، ما دويتش كاع واحد ربعه ديال الدقائق، حتى صباح الخير ما قلتهاش ليها. سمعتها قالت لي مالك شنو واقع عليك، عاودت لها كلشي ما سكتش، وهي تبسم وقالت لي ما ديرش في بالك، العيب ماشي منك، العيب منهم هما، خليهم يحلوا مشاكلهم، راهم رجال وكبار منك. وسير عند اختك مرة سول فيها ياك ما يكون داير لهذاك السيد شي حاجه. قلت ليها غير نوصلك غنمشي لعندها. هادشي اللي درت حطيتها هو غادي راجع للدرب، طالع في الدرب لعند الدار ديال خونا البزناس عمر. بانت ليا في الوقيته اللي انا طالع اختي نازله ولابسه جلابيتها، وقفت عليها قلت لها مالك، قالت لي صافي ما نزيدش معاها دقيقه. قلت لها علاش، بدات كتبكي وقلت لها زيدي. طلعت الطوموبيل عندي وانا نقول لها دوي مالك، واش ضربك عايرك؟ قالت لي ماشي اول مره يعايرني ولا يضربني، صافي اخويا الغالب الله ما نقدرش نزيد معاه دقيقه. قلت لها اه يلا في حالاتك، ندخلوا بعدا تجمعي حوايجك. دخلت معاه للدار ديال خونا، الدار كانت واعره ديال بصح، بدات كتجمع في حوايجها وهو يدخل، ما عرفت فين كان خارج. قال لي فين هي هذيك الخانزه ديال اختك وشنو كدير انت هنا؟ تلفت لي وقلت ليه غتعاود تسبى غنوريك وجه واحد اخر. قال لي كتهدد فيا في داري، انا راني دوزت الحبس مني انت كنتي مازال كدير لي كوش. قلت لي اختي غتمشي معايا،
بغات ترجع لعندك غترجع، ما بغاتش ما غاديش ترجع. راه انا اللي ما بغيتش نخليها تمشي للبوليس، ما انا هنا ماشي رجال. ديك اللي كتجمع حوايجها لداخل راها رباتني، بقات معايا مني كلشي هرب. والله حتى نقتل ونعاود نقتل ونعاود نقتل وندخل على ودان الحبس وخا نشد المؤبد ولا نمشي للقبر كاع، نبيع اللي قدامي ولا من ورايا. بقى كيشوف فيا وهي تخرج هي، قلت لها طلعي الطوموبيل. مشات ما دواتش، شفت فيه وقلت ليه دابا بينك وبين هادوك انا ما تنعرفهمش وما مسوقش ليهم. واختي بغاتها توصلها كي قلتي في الاول، وبلاتي هي احسن، ولا نوصلهم مال المحاكم. انا عندي هانيه. خرجت رجعت اختي للدار ديالنا، قلت لها بيتك باقي كيف ما كان. قالت لي واقيلا غادي نرجع، شنو غيقولوا علينا الناس دابا؟ قلت لها اللي باغي يدوي يدوي، والله ما تراجعي لتما كاع. قالت لي حتى انا ما باغاش نرجع صراحه. انا ما قديتش نخرج ونخليها بوحدها، يقدر يجي يسول عليها. بدلات حوايجها بالزربه ودخلت للكوزينه وقالت لي جيب جيب وخاص خاص باش تصاوب لي الماكله. اختي راه من اخر جات وانا كناكل في الزنقه بالفرحات عليا، مشي نتقدى ونهزت القضيه على ظهري، ديتها معايا خدت التقضيه اللي خاصها ورجعتها للدار. طيبت لي الفطور وكان فطور معطلين، قالت لي بلي غير هي اللي كانت حابسه عليهم زعما على خوتي الاخرين. قلت لها صافي خرجي سوقهم، هما رجال يوم البحر ديالهم، يقضوا الفلوس ديال الدار من عندي راني شريتها، لعبوا بالفلوس كيف ما بغاو يستاهلوا. قالت لي راه كيبقاو خوتنا ودمنا. قلت لها الا كان غير بحال هادوك نبدل هاد الدم اللي في عروقي ونبعد عليهم. قالت لي واخا واخا غير ما تعصبش. بدات كتعاود لي وكتبكي، خونا كان مكرفص عليها ديال بصح في العصاوة والسبان، حالتها تبدلت ديال بصح وضعافت. قلت لها شوفي شحال عندي منك كاع، جلسي هنا انت عايشه بخير، ما نخصك من والو، نخرج اختي وقت ما بغات. انا غندير محامي وتطلقي من خونا ويجيب لك الله من غيره، راك مازال صغيره. هنا وحنا نسمعوا الدقان في الباب، كانوا هادو خوتي. حليت الباب بداو كيدووا معاها، قالوا لا ترجع لدار راجلها. عرفت وعيط ليهم وقالها ليهم حيت كيخافوا منه. بقيت كنتزايد معاهم في الهضره شويه، بداو كيسبوا وانا نقباح معاهم، وريتهم الوجه اللي ما عمرهم شافوه. شبعت فيهم سبانو، عرفوا بلي مستعد نضرب ونقتل على ود اختي وهما يمشيو في حالهم. رجعت لعندها لقيتها كتبكي، قالت لي ما تدابزوش على ودي انا غنرجع. قلت لها غير ارتاحي، والله ما كاين اللي يديك بلا خاطرك. قالت لي اللي بغيتي. عيطت على اللي كيشد طاكسي في الليل باش يجي يخدم بيه، نعت لي المدرسه ديال اسماء باش يوصلها لدارهم ويقول لها شنو واقع باش ما تخلعش عليا. قال لي واخا ولكن انت تخدم في الليل، حيت انا ما نعاودش نشد الطاكسي في الليل، وليت كنخاف منه. قلت ليها ودي خدمتك مريضه، دير خير ما يطرا باس. قال لي لا خويا خدم انت في الليل غادي تشوف داكشي اللي كنشوف. قلت ليه ما تبقاش تشرب بزاف ديال الشراب وتسكر وتبدا كتقول لي هاد الهضره هادي. حيد الشراب ما باقي غتشوف والو. قال لي راني قاطع الشراب شهر ونص دابا. قلت ليه ويلي قاطع الشراب وخرج ليك هادشي؟ قال لي اه. قلت ليه صافي دابا نشوف. خدا هو الطاكسي وانا دخلت للدار، بقيت مع الخوادريه شحال ما دوينا هكا واقفين في الكوزينه كنعاود ليه على اسماء وبلي لاباس عليهم. ما قدرتش نقول لها بلي كتعجبني. سمعت اختي قالت لي ومالك انت كون كانت البنت كتشوف كون كاع ما عطلاتك. بقيت داوي معاها حتى كنسمع الطاكسي وقف حدا الدار. هاد الزبل قلت جايب ديك اسماء لدارنا ياك ما عرفش العنوان ديال دارهم. خرجت لعندو قال لي راه بغات تجي تسول عليك ضروري، لصقاتني ما قدرتش نديها لدارهم حتى تجي لعندك. قلت لي واخا سير انت انا غادي نوصلها. سلمت عليها وقلت لها يلا ندخلوا للدار، اختي كاينه خصك تدوي معاها، راه بغات ترجع عند داك الراجل اللي عاودت ليك عليه وانت تعرفي الدوي غادي تقنعيها. قالت لي مرحبا دخلني. شديت لها في يديها ودخلنا. جات الخوادريه السلام السلام وجلسوا كيدويو. دخلت انا الكوزينه مقابل داكشي اللي مخليها الخوادريه فوق البوطه حتى طاب. خرجت لقيتهم كيدويو. البنت صنطات لختي الكبيره مزيان وطالقه ودنيها وبقات معنا واحد شويه وبدات كتنصح في اختي شي نصائح اللي كبار. عرفت بلي عقليتها زوينه، لصقتها باش تجلس تاكل معنا ولكن ما عندها ما تقول لدارهم. قلت لها واخا انا نقول لهم خسرت لي الطوموبيل غير بقاي شويه. بقات معايا شويه ووصلتها لدارهم. غادي في الطريق وكنقول لها شكرا وكذا هو البنت ما دواتش ماشي كيف ديما. وقفنا عند الباب بغات تنزل وهي تقول لي مهدي.
قالت لي اختك شي حاجة، وفي الصراحة ما بغيتش شي تجربة تاني بحال الأولى، مازال ما نسيتش الأولى. ويتسد الباب ديال الطاكسي ومشات. قلت صافي كحلت الخوا دغيا فما كياكلها. مشيت للدار وانا ندور فيها، قلت لها علاش دويتي معاها؟ علاش قلتي لها بلي كتعجبني ولا شي حاجة؟ قالت لي ما عرفتش غادي دير هكا. بقيت معصب منها وهي كطلب فيا. المهم تكالميت شوية وجات نوبتي في الليل. اليوم غنخدم في الليل في الطاكسي. من واحد ناحية مخلوع، تخيل معايا نشوف في المرايا وتبان ليا شي حاجة كيقال نسيب السكايري. نقلب مانايا والله تنقلبها ونهرب كاع. عندي القلب ديال الدجاجة في هادشي اخويا بلا ما نكذب عليكم. مني فكرت مزيان قلت ندي معايا الخوا دغيا منها ما تبقاش بوحدها. صراحة مديها باش تونسني. جلسات حدايا في الطاكسي كنا مجمعين، مرة كنطل في المرايا ما بان ليا والو. بقيت داوي غير مع اختي وخدام، تعشينا برا وما حسيتش بالوقت حتى وصلت ديك الجوج. ما بقى ما يدار. رجعنا للدار دخلت الناس، حتى انا اليوم دازت عليا وتهلكت. الغد لي فقت بكري بحال ديما، ما عرفتش واش نمشي نوصل اسماء ولا لا بعد داكشي اللي قالته. ما عرفتش ولكن خصني نمشي. فطرنا انا واختي ومشيت. مع الوقت ديال ديما وقفت وهي تخرج مرات خوها. طلعت معايا في الطاكسي غادين، خوكم غا ساكت. ما عرفتش شنو نقول بعدا. وصلتها وهي تنزل بقات حدا الطوموبيل، قربت من الباب وقالت لي مهدي اسمح لي على الطريقه كيفاش دويت معاك البارح. قلت لها يمكن هذيك الطريقه هي اللي خاصك تعامليني بها، سمحي لي انت انا اللي نسيت راسي. قالت لي لا بالعكس انت ولد ظريف. وانا مازال ما ولفتش على هادشي، ما عرفتش والله واش ممكن تعجبك شي حاجه وانت ما عمرك شفتيها، ويمكن كاع ما عمرك غادي تشوفها. قلت لها واش داويه عليا؟ قالت لي وشنو الموضوع اللي كنا داوين فيه؟ طلقت عليها شويه. واخا خوكم ما قاريش بزاف ولكن شابع افلام مترجمين، بقات غير كضحك. قالت لي نخرج وندويو. اليوم عندي غير حصه صغيره وغادي نرجع دغيا. قلت لها شحال؟ قالت لي شي ساعتين. مشات هي وتحركت، ريحتها كتبقى في الطوموبيل. بقيت خدام وعاشقه ليا ديالها بصح. رجعت قبل من داك الوقت اللي قالت لي عليه، بقيت كنتسنى حتى خرجات. طلعت وقلت ليها الدار. قالت لي نكملوا هضرتنا بعدا، سير لشي بلاصه نبقاو فيها. قلت ليها واخا. مشينا حدا البحر وقفت وقالت لي عاود ليا بعدا شنو كيعجبك فيا، كيفاش وليت عاجبك؟ قلت لها واخا. انت بعدا بيضه شكلا، ندوي لك على الشكل، شعرك كحل وعينك عسليين وقصيره. قالت لي هي ما تبدلتش، المهم دوي دوي معايا بصح، قولي شنو كاين داكشي اللي قالت اختك بغيت نسمعو منك. طلقت عليها وقلت لها انا ما عندي حتى شي تجربه في بحال هادشي، ولكن ما تسمعيش ما عندي تجربه يحسب لك شي كوفره. ما بياش في الصراحه هادشي جاني غريب، داكشي علاش ما قدرتش نقولو ليك. وعاد عائلتكم تبارك الله وانا راك عارفه على قد الحال. قالت لي نقدر نقيس لك وجهك؟ قلت لها واخا. حطيت يديها على وجهي وحس براسي في شي فيلم هندي. قلت لها عندك تقمشي ليا نيفي؟ بقات كضحك. قالت لي يا رب بصح كنحس براحه معاك. بقينا داوين وشويه ديال الرومانسيه وبدينا كنتمشاو. بدات كدوي ليا على داك خونا اللي كان معاها، على حسب ما سمعت انه سميتو علاء. كانت كدوي عليه بزاف لدرجه كرهته قبل ما نشوفه، وكانت كتعاود لي عليه شي حوايج اللي زوينين. بقاو غادي الايام كلشي تقاد، خدام وداكشي اللي كيجيني راضي به. المهم حلال طوموبيل خدامه في الليل وفي النهار، داك اللي كيخدم فيها في الليل مريض شويه في عقله. بديت كنقلب على شي واحد اخر اللي يسوقها. اسماء قالت لي بلي ما تقدرش تخبي شي حاجه على خوها، وقلت لها نخاف غير تقلق ويصيفطك لشي بلاصه كيما وقع ليك مع هذاك اللي كنتي معاه. قالت لي ما تخافش خويا تبدل بزاف. قلت لها واخا. وهادشي اللي دارت، دوات مع خوها وجا لعندي. دخلني ديك الدخله ديال واش طامع في شي حاجه؟ قلت لي منيتك. قال لي راك عارف البنت ما تقدرش دير شي حوايج بوحدها، ما كتشوفش، علاش غادي تصبر على هادشي كامل الا ما كانوش عينك في الفلوس؟ قلت لي شوف بغيت البنت ماشي فلوسها، وداكشي اللي ما تقدرش هي ديرو انا نقدر نديرو، وما تخافش ما غناخد من عندها حتى شي درهم. بقى كيشوف فيا وقال لي اما هادي شنو غنقول لك؟ غير ما نبغيش الجيران ديالنا يشوفوا شي حاجه ماشي تاليه. بغيتي البنت خليها تكمل قرايتها واجي خطبها، ما دير حتى شي حاجه قبل من الخطوبه. قلت لي صافي كون هاني. تفاهمت مع السيد وتحركت في حالي. الخوا دغيا صافي دي السيدات انها تطلق من داك خونا. مشيت قلتها ليه وما بغاش، درت محامي والمحامي دوا معاه كاع وقال لي بلي الا وصلوا للمحكمه ولقاو بلي بصح كان كيضرب هذاك خونا يقدر يدخل فيها للحبس.
بزناس خفض البلان هذا، ما بغاش يرجع للحبس تاني وهو يطلقها. ندمت انا حيت خليتها تزوجات النهار الاول. جات لدارنا عاد ولات دابا بخير وبدات كترد في الصحه ديالها. غير هو ولات كتعاملني بحال انا الكبير، تقول يا سيدي مهدي. ضغطني في راسي بهاد سيدي مهدي. وخا عيال خوت ما ندير في المزيان معاها، ما نقدرش نرجع حتى الربع ديال داكشي اللي دارته هي معايا. فهمت باش تحيد ديك سيدي واللي هي اللي كبيره في الدار وهي اللي تعطي الاوامر. وحتى الدراري الاخرين خوتنا هما اللي خاصهم يحترموها. هي تربات ولا رباوها والدينا على شي حوايج ما بقاو صالحين مع الناس ديال دابا. في واحد النهار ركبت معايا اسماء في الصباح باش نوصلها، وقالت لي بلي جا عندهم داك علاء وبغا ترجع. ترجع هي وياه. وخوها قالت لي بلي وافق ولكن هي رفضات. قلت لها علاش؟ ياك من نهار عرفت كنتي كدوي عليه غادي يجي غادي يجي. وتقول لي منيتك صافي اللي فات مات، علاء صفحه قديمه وسديناها. فرحت بزاف. بعد شي ايامات جبت واحد السيد يخدم في الطاكسي في الليل. راجل الخوادريا مبقاش قادر، مأثر ليه الشراب على دماغه. والصدمه ديال الصح هي فاش صونات لي اسماء في الليل وقالت لي مهدي راه يمكن غادي نسافر لبرا، شي طبيب شاف الملف ديالي وقال بلي نقدر نشوف تاني. صدمتني ديال بصح. قلت لها مزيان وانت غترجعي؟ قالت لي ما عارفاش، يمكن شهر ولا اكثر. قلت لها صافي غدا ندويو. قالت لي غدا ما نقدرش نمشي للمدرسه ويمكن ما بقيتش غنمشي، راني غادي نسافر هاد السيمانه. قلت لها صافي سيري انا مرتي عندك باش ما كنعلميني. قالت لي واخا صافي. بديت كنقول ياك ما بقيتش غنشوفها، عندك غير ترجع تشوف وتشوف شي واحد محسن. جالس كنفكر في ديك الليله غير في هاد البلان هذا، حتى سمعت الدقان. خرجت لقيت داك خونا اللي كيشد من عند الطوموبيل ديال الطاكسي في الليل. قلت لي مالك؟ قال لي مهدي خويا يا طاكسيك مسكون يا انا اللي مسكون. قلت لي حتى انت؟ قال لي فين ما يكون الطاكسي خاوي كيشوف شي وحده في المرايا، غير كيتلفت ما كيلقى حد. عطاني سويرتي وقال لي والله ما نشد شي درهم اخويا، غير تفك من الطاكسي. ومشى كيجري. بقيت مصدوم. دخلت قلت لاختي غنمشي حتى لهنا ونجي. قالت لي نمشي معاك. قلت لها لا غنمشي بوحدي. لبست حوايجي وخرجت، ما بغيتش نجيب معايا اختي، خصني نقطع الشك واش هادو اللي حامقين ولا بصح كاينه شي حاجه في هاد الطاكسي هذا. طلعت للطاكسي وتحركت به غادي وكنشوف في المرايه ما بان ليا والو. طلقت المزيكا وما كاين والو، بقيت كنشوف في المرايه لدرجه كنت غادي ندير شي كسيده. وصلت شي كليه لدارهم، مشى من بالي البلان كاع علاش خارج. خدمه نساتني، خوكم غادي في الطريق يلا غادي نهز عينيا في المرايه كتبان ليا مراه جالسه اللور. بقيت غير كنشوف، ما قدرتش نغوت ولا نوقف في الطريق خاويه في ذاك الليل. بقات كتبان ليا في المرايه، كندور وجهي نشوف ما لقيتهاش، كنشوف في المرايه عاوتاني ما لقيتهاش. عرفت بلي ديك الهضره بصح. وقفت الطاكسي في واحد القنت ونزلت منه. بديت كنغوت واعي بهاد الله عتق روح والو، الدنيا خاويه والليل ما نقدرش انا نخلي طوموبيلتي تما. شفت حتى عييت وطلعت. حيدت المرايه وانا ندور بالزربه للدار. حطيت الطوموبيل، حطيت السويرت، دخلت كنجري للدار. كتقول لي اختي مالك وجهك صفر شنو واقع؟ انا كنت حاس بالبرد، جابت لي كاع مانطو غطاتني بها. قالت لي مالك هويلي؟ قلت لها شفت شي حاجه في الطاكسي؟ هضرتهم بصح الطاكسي مسكون. بقات كتضحك وقالت لي راه غير اثروا عليك بالهضره. قلت لها اختي راني بعقلي وعارف شنو كنقول، كاينه شي حاجه في الطاكسي وشفتها اليوم بعينيا. قلت لي وصافي عرفت شغدير، بيعو وتهنى منه ولا بدلو، راه كيبدلو لهم الطاكسيات غتخلص غير شي تمن اللي قليل. قلت لها داكشي اللي لقيتيني كنفكر فيه. دخلت هي البيت تنعس، بقيت جالس وما ما كنطل نشوف واش ما كيبان ليا والو. قلت صافي غدا نبدل الطاكسي. مشيت لبيتي والو ما جانيش الناس. قلت عندك داكشي دخل الدار. داني الناس غير بزز الغد لي باش فايق باش مشيت جمعت وريقاتي ودفعتهم باش يبدلوا لي الطاكسي. قالوا لي خصك تزيد شي حاجه في البلاصه مشيت للبانكا جبتها اليوم. قال لي غدا ان شاء الله جيت تاخذ طاكسي جديد وجيب هادي خويا من داكشي ديالك. رجعت انا خدام بالطاكسي كنشوف في المرايه ما كيبان لي والو. قلت صافي يمكن داكشي كيكون غير في الليل حيت انا كنت خدام بالنهار. مع الخمسة ونص قد قد دالعشيه مشيت للدار حطيت الطاكسي والسويرت. دخلت وبقيت مع اختي. وصلت براتها للدار الخوت. والغد اللي مشيت حطيت الطوموبيل وعطاوني وحده اخرى جديده
عطيتهم السوارد ديال هذيك واخا عارف غادي يبقى ضارني راسي حياتي كامله. شكون ديك اختنا اللي كتبان في الطاكسي اللور؟ وعلاش كتبان غير في الليل وغير من المرايا؟ ولكن من واحد الناحيه ما عندي علاش نعرف، مزيان غير مني تهنينا منها. هذاك هو رباح. بعد شي يومين رجعت لخدمتي عادي. رجع راجل الخوادريه كيخدم بالطاكسي في الليل ما كيشوف والو. هاد المره ولينا بخير. وخا الفلوس اللي حطيتها في الطوموبيله الجديده كنت مخبيها لعرسي ولكن هانيه. المهم اسماء الخوت ما كانتش كتحيد ليا من بالي كاع. ما عيطاتش ليا شي جوج ديال السيمانات والصرف هادي باش مشات. قلت شنو وقع؟ واش خوها قلب وجهه مني ولا رجعت كيف ما كانت وبغات تنساني؟ دخلت في واحد النهار للدار حتى صدمتني اختي فاش قالت لي واقيله حامله. قلت لها ويلي ما تقوليهاش. ديتها لعند الطبيبه وقالت لينا بلي بصح حامله. قلت لي هذاك خونا ماشي ديال الاولاد، كيفاش غيكون هاد ولده ولا بنته؟ لدرجة كنت غنقول ليها دير كيورطاج على داك الدري تحيدو، ولكن قالت لي واحد الكلمات خلوني نتراجع. قالت لي بلي هي دابا كبرات ومحال تعاود تحمل وباغا تكون ام. عرفت بلي ما نقدرش نحرمها من هادشي. قلت لها صافي اللي بغيتي انا معاك فيه، ولكن ما تقولي ليه والو، حتى الدراري خوتنا ما تقولي ليهم والو. قالت لي انت اللي تعرف. انا داير في بالي صافي غتبقى في الدار حتى تولد، وديك الساعه ما غاديش يعرفوا راه ولده، حتى انا عارف داك عمر كيفاش داير وما عمره غادي يتبدل. الخدمه كانت غدا وكتكثر، بغيت نقول بنادم كيكثر. الخوادريه كنخرجها في الليل ديما، وبالنهار مرة ممنوع تخرج في الدرب، ما بغيتش يشوفها شي واحد. فاش كتخرج من الدار كتركب في الطاكسي ديريكت. واحد النهار بالجمعه جالس مع الخوادريه يلا حطات كسكسو كنتغدى، وحتى كتصوني ليا نمره ما عرفتهاش. انا قلت غير شي كليان، جاوبته السلام وانا نسمعها. قالت لي مهدي انا رجعت. قلت اسماء؟ قالت لي اه مال صوتي تبدل عليك؟ قلت لي لا غير غبرتي عليا. وقلت هادي صافي ما بقاش غترجع. قالت لي لا راه العمليه نجحات، وبقيت تما حتى تاكدوا بلي ما كاينينش شي مضاعفات. قلت لها مبروك عليك، دابا شنو ما غاديش نشوفك؟ قالت لي وراه انا اللي باغي نشوفك، اما انت راه ديما شايفني. درنا مع ربعه غادي ندوز للدار ديال خوها. كنت كنشوف اختي وقلت لها صافي رجعت كتشوف. قالت لي مبروك عليها، تغدى كول، شهر هذا ما كليتي بحال الناس. تغدينا وعاونتها جمعنا الطابله ومشيت لعند واحد الحلاق في الدرب، دارهم قريبه، هو اللي غيكون حال في هذا الوقت. لقيتو حال قاد لي الاتاويش ورجعت للدار. دوشت ودخلت لبيتي، بدلت حوايجي ويلا قرب الوقت تقريبا. خرجت غادي وبنادم كيشير ليا في الطريق. عرفت بلي خصني شي طوموبيله ديال الخرجات حيت هذا طاكسي. وصلت لدارهم صونيت ليها وهي تخرج ودايره يديها على عينها. جات وهي طلع ما شافتنيش، قالت لي تحرك من هنا بعدا. قلت لها واخا. تحركنا ووقفت في واحد الدرب اللي خاوي وهي تشوف فيا. بقات كتشوف وقالت لي ما بيكش والله ما بيك. قلت لها كيفاش ما بيكش؟ كتضحكي عليا غنعمي امك. بقينا كنضحكو ما تبدلاتش فهضرتها، حتى الراي ديالها اصلا عجبني. انا عارف راسي في السر بحال النسر. قالت لي نتمشاو. قلت لها صافي سدي الطوموبيل وغادينا لرجلينا. غاديه وكتشوف بنادم. وصلنا لواحد الدرب وهي تقول لي داك الولد اللي دويت لك عليه علاء. قلت لها مالو؟ قالت لي راه جالس في ديك المحلابه. شوف ديك المحلابه كانت بعيده في راس الدرب. قلت لها واش بغيتي نراجع وما يشوفناش؟ قالت لي لا عادي غير يلا. مشينا كنتمشاو، خونا جالس مع واحد السيد غيكون باه ولا ما نعرفه عمو ولا شي لعبه. دزنا من حداه وهي ما شافتش فيه كاع. فرحت انا. وقفنا في واحد المحل تما، دخلت عنده ناخد شي حاجه ناكلوها، تلفت ما لقيتهاش. خرجت من المحل بانت ليا واقفه كدوي معاه. تشاورت معايا ما قالتها ليا. خديت داكشي اللي تقديت وبانت ليا كتعطيه في النمره. مشيت جيتها ديريكت، شديتها من يديها وتقدروا تقولوا جريتها. وتمينا غاديين، بعدنا من تما شديت داك التليفون وانا نضرب امو مع الحيط. قلت لها شنو هادشي؟ قالت لي لا راه غادي يتزوج وعرض علينا. قلت لها واخا هكاك ما بغيتش نشوفك كدوي معاه. قالت لي قولها بفمك ماشي تهرس لي التليفون. قلت لها ما بقاتش في التليفون ناخذ لك حسن منه، انا ما بغيتش نبقى نشوف داك خونا معاك. مشيت للتليفون هرس لي لاكارت كملت عليه. قالت لي غير ما تعصبش. تمينا غاديين وما كان عندي ما ندير من غير ناخذ لا تليفون اخر. بديت كنقول في دماغي شنو وقع دابا؟ تعصبت كاع على الدرجه هادي. واللي زاد عصبني انه داك خونا كان كيبان شكلا احسن مني وبدرجات مقاد كاع الفورمه.
بعدنا عاد بغيت شويه كلينا ومشينا خدينا تليفون اخر. رجعت لدارهم وقالت ليا مهدي ما عرفتش مالك وليتي هكا، ما كنتيش بحال هكا، واش كيحسب لك رجع ليا الشوف وغادي نقلب وجهي ولا شي حاجه؟ الا كان كيحسب لك هكا انت مازال ما كتعرفنيش، بغيتيني ما ندويش معاه؟ راه ما غندويش معاه، وراه حتى النمره اللي عطيتو راك هرستيها. قلت لها صافي ما ديريش في بالك وسمحي ليا. بقينا داوين تما وقالت ليا بلي باغيه تشوف اختي الكبيره. قلت لها الجديد وبلي طلقات وحامله؟ قالت لي غدا ديني لعندها ويدخل لدارهم. انا راجع للدار وكنضحك غير بوحدي. وصلت للدار دخلت كان ديك الساعه الظلام بدا كيطيح، عطيت الطاكسي للنسيب اللي كيشدو بالليل. دخلت نغسل وجهي ويديا واقف في الحمام قدام المرايا، حنيت راسي كنغسل في وجهي، هزيت راسي وكتبان لي ديك اللي كانت في الطاكسي من مورايا. رجليا فشلوا عليا في البلاصه، ما قدرتش ندير شي حاجه، كندور وجهي ما بانش ليا. كنرجع نشوف في المرايا كنشوفها غير في بلاصه، يمكن كيبان غير الانعكاس ديالها في المرايا. ما درت حتى شي حركه، بقيت واقف وكنشوف فيها، ما اداتنيش وكاع ما مساتني، وهي تقرب ليا بشويه. كنت غنبكي من الخلعه، حطيت يدها على كتفي بحال معنقاني، حسيت بحال شي تمثال معنقني، ما قدرتش نتحرك، واحد الشعور في شكال قلبي كان غيسكت في ديك اللقطه. الوقيته اللي طلقات مني وانا نطيح في الارض، فقدت الوعي، حتى كتفيقني الخوادريه. قالت لي مالك شنو واقع؟ بزز باش دويت وقلت ليها خرجيني من هنايا. جراتني لبرا الدوش وجابت لي الماء، قلت ليها شفتها عاوتاني وهاد المره في الدار وعنقاتني. قالت لي شكون هادي؟ قلت لها شكون من غيرها اللي قلت لي كانت في الطاكسي؟ قلت لي غير بشويه عليك، بشويه عليك تنفهموا هادشي مزيان. ديت معايا اختي خرجتها من الدار كاع. قلت لي دابا شنو غنديرو؟ قلت لها ما عرفتش، انا ما عارف والو، كانت في الطاكسي ودابا في الدار، يعني تابعاني انا وهي تشوف في اختي. وقالت لي ياك ما من الجن العاشق. قلت لها ما عرفت شنو هذا تاني. قالت لي يلاه معايا. طلعنا في الطاكسي في داك الليل ومشينا لعند واحد السيده ماشي شوافه ولكن كتفهم في هادشي، لقينا بنادم بالصف عندها. دخلنا وقالت لي اختي شاكين باللي الجن العاشق تبع خويا، ولا يمكن عندنا جنيه في الدار تبع خويا. تبسمات ديك السيده وقالت ليها الا كانت بصح من الجن العاشق راه غتلقيها معانا هنا. الخوادريه قالت لها الله يحفظنا بسم الله الرحمن الرحيم. قلت لها الشريفه اول ما غنسمع الجن العاشق. قالت لي يا مرحبا هاغ البياض ونشرح ليك ونهنيك كاع، درت يدي في الزطامي عطيتها 200 درهم. قالت لي الجن العاشق كيتسمى العاشق حيت كيميل للشهوات والمحرمات والفواحش. قليل فاش كنسمعو بيه عند الدراري، غالبا كيكون عند البنات. قلت لها الشريفه راني شفت مرا وماشي انا اول واحد يشوفها، راه كانت في الطاكسي ديالي كيشوفوها الدراري اللي خدامين معايا، بعتو على ودها واليوم شفتها في الحمام ديال دارنا، وفوق هادشي عنقتني من ظهري لدرجة فقدت الوعي من بعد. بقات ساكتة السيدة وقالت لي أولدي سمعني، راك مسكون، يمكن دابا أنت اللي تقدر تكون عجبتيها، قول لي ما مزوجش ياك؟ قلت لها لا. قالت لي صافي العفيريتة عينها فيك. قلت لها وشنو الحل؟ قالت لي خلينا نعرفوا الطبيعة ديالها، غادي نعطيك واحد الأعراض وإلا كانوا فيك ولا إلا ولاو فيك عجي لعندي. قلت لها شنو هما؟ قالت لي اولا الكسل صهير الليل، وين كنت تولي تكره الخدمه ديالك، ومني تحس براسك كتبزز على راسك الخدمه وما عجبكش الحال وبعض المرات كاع كدير تبكي بلا سبب، ولا حسيتي براسك كدوش بزاف وكتشوف راسك مع بنت زوينه كل ليله في الحلمه، ولا مابقاش عزيز عليك الفرائض بحال الصلاه والصيام، ولا بديتي كتحس بشي حاجه في صدرك بحال النخصه. هادشي غير شويه من بزاف وما تخافش، الا حسيتي بيه رجع لعندي، وراك يالله فوق مني وفوق منك، ما غادي يوقع لك والو. قلت لها شكرا بزاف. خرجنا من عندها وغادي راجعين وما قادرش نشوف في المرايا، كنفكر كيفاش غادي ندخل للدار تاني. وصلنا ودخلنا وحيدنا كاع المرايات وداكشي اللي كيعكس الصوره، غبرناه في الكوزينه وسدينا عليه. طلعت انا لبيتي وكان واحد الديكور قديم عندي تما ديال الرخام كيخلع، بقى غير بوحدو. ما تسوقش لي، شعلت الضواو ودخلت البيت خلي الضو شاعل في الدار كامله. خشيت راسي في المانطاو كنصيفط ميساج لاسماء، لقيتها ناعسه ما لقيتش معاها من ندوي، بقيت كنتسيركل في الفيسبوك شويه حتى داني الناس ناس، حتى كنفيق على صوت المقراج كيدير داك الصوت بحال فيلم طايب. ما قدرتش نوض، هادشي كيخلع وكان باقي الليل.
بديت كنشوف في الحيوطه غير بوحدي حتى من المرايات ديال الميريو حيدناهم. دابا ميمكنش تشوفني ولكن راه كاينه معايا. فكرت مزيان في الهضره ديال ديك الشيبانيه لقيتها بصح. انا ما عمري اديت شي واحد والله ما غاديش يخلي شي حاجه تاديني. رجعت الناس وكنحاول ما نخافش. وهنا شفت اول الاعراض. حلمت راسي مع ديك خويتيني اللي بانت ليا في المرايه ولكن دابا شفتها عن قرب. كانت عامره وشعرها كحل لدرجه كبيره حجبنا ملاصقين. ما عمرهم يتنساو ليا في الحلمه. غير كانت معايا ما وقع والو. ضربتني الفيقه وكان الصباح. عرفت بلي كنت غير كنحلم ولكن الجسد ديالي كان مطيق الحلمه بزاف. ما كنتش كنتحكم في راسي في الحلمه. وقعت واحد العلاقه بيني وبين ديك البنت ولا ديك الكاتبه ليا. ضربتني الفيقه في الصباح. عرفت بلي كنت غير كنحلم ولكن الجسد ديالي كان مطيق الحلمه. داكشي كان كيبان حقيقي غير هو ما كنقدرش نتحكم في راسي في الحلمه. منين فقت مشيت للحمام ديريكت محيدين المرايات. سخنت الدوش حيت حواجي. يلا طلقت عليا الماء بديت كنحس بشي ايد في ظهري. خرجت كنجري من الدوش وعيني عامرين بالصابون. دخلت في واحد الفاز ديال العود فرتكتو وكنغوت. خرجت اختي قالت لي ماك خارج عريان؟ قلت لها راه في الحمام. قالت لي وانت واش مريض دوش في هذا الوقت؟ قلت لها هذا بالنهار اش واقع؟ وراني دوشت حيت بصح حلمت في الليل بلي مع شي وحده. اختي فهماتني وقالت لي ودابا شنو؟ قلت لها ما نعاودش ندخل لذاك الدوش. سخنت لي اختي الماء في المقراج وتشللت تما. توضيت الوضوء الصغير والكبير وقلت غادي نبدا نصلي. لبست حوايجي وبزز باش صليت جوج ديال الركعات. وعرفت بلي هادي حتى هي وحده من دوك الاعراض. في البلاصه بداو كيبانوا الاعراض. كانت ما راشقاش ليا على الخدمه ديال بصح. بدا راسي كيقول لي انت بارك عليك من الخدمه راك باقي صغير. جلس غير في الدار طلع اللي يخدم بالطاكسي ديالك. ما قدرتش حتى نخرج بقيت غير جالس في الدار. وليت خايف حتى على اختي هي وداكشي اللي في كرشها. جبت اللي يخدم في بلاصتي وقالت لي اختي خرج بدل الجو ما تبقاش غير في الدار. قلت لها واخا. عيطت على اسماء وقلت لها نخرجوا. قالت لي ما عرفتش خاصني ندفع لواحد السونتر. وانا نشعل قلت لها واش انتي ديما مشغوله؟ فين عمرك عطيتيني وقت؟ قولي لي خارجه مع داك علاء وصافي ما تبقايش تكذبي عليا. البنت بدات كتحلف ولكن ما عرفتش شنو واقع ليا بالزربه. كنغوت عليها وحيدت لي اختي التليفون ونعتت لي بصباعها بلي هذا هو وحده من الاعراض. هذا هو رابع فيهم. دوات هي مع اسماء وقالت لها ما تديش عليه عند واحد المشكل. اختي كياكلها فمها. هاد البلان هذا خلاها اسماء تجي لعندنا للدار. بغات تجي تشوفني شنو غنقول لها؟ بيت البارح مع ميا خليفه. انا بيت مع جنيه. خرجت من الدار وجالس قدامها كندور في وجهي. هزيت راسي في واحد الدجاج ديال واحد لاجونس ديال اتصالات اونفاس معانا ويتبان ليا اختنا واقفه تما لداخل وكتشوف فيا. شيرات ليا بيديها بقيت مصدوم. كتشير ويترسم ليا قلب في الدجاج. ما عرفتش واش نضحك ولا شنو ندير. غلبني الضحك. جنيه كتعنب عليا. اي بديت كنضحك انايا في بلاصتي وبنادم كيدوز كيقول الله يشوف من حاله. تلفت بانت ليا اسماء جايه. قالت لي مالك كتضحك بوحدك واش طار لك الفريخ؟ ما عرفتش باش نجاوبها. دخلنا للدار غادي لداخل عكلات الزربيه جات على فمها مسخوطه. قلت لها جلسي في الصالون نعيط لك الخوادريه تعاود لك. انا ما غاديش تيقيني. مشيت نجيب الخوادريه راجعين تما كتبان لي البنت مغيبه. كنشوف في السقف طاح منه واحد الطرف ديال الضاله تقريبا شي جوج كيلو جا البنت في راسها. كنفيقوا فيها وكنقلبوا شي تجرحات. ما تجرحاتش حيت داك الطرف اللي طاح عليها ما كانش ماضي ولكن مغيبه تخلات ديال بصح. هزيتها وقلت للخوادريه تسدي عليك الدار ما خص حتى شي واحد يشوفك حيت كرش اختي بدات كتبان وكتكبر. اسماء كانت فيها تقريبا شي 53 كيلو خفيفه ديال بصح. ديتها ديريكت لعند واحد عشيري عنده الطاكسي هو اللي غادي يبغي يهزها. طار بينا للسبيطار ويدخلتها لتما وهي تفيق. كتقول لي شنو وقع؟ قلت لها طاحت عليك شي حاجه في الدار. دخلتها لعند الطبيبه كتبت لها واحد الدواء. وكانت اسماء غير كتضحك كتقول لي محرش عليا صالونكم. انا مبقاش عندي الخاطر للضحك. هادشي ولا معقول؟ البنت كانت غادي تموت عندي في الدار ولات عندها تينيسه في راسها بحال دوك البقالات اللي كينوضوا لطوم. جمعت شعرها للفوق غير باش ما تبانش ديك البقاله. خرجنا وخديت لي هذاك الدواء. غير كنفكر وحاس بلي مخنوق قلبي مخطوف كاع كيف ما قالت شيبانيه. وديك النخسه بديت كنحس بها. دابا تاكدت شنو هذيك.
ديت غادي مع اسماء وهي كتضحك وقالت لي موقع والو. قلت لها انت ما فاهمه والو. قالت لي وقف وفهمني. هادشي اللي درنا وقفنا وقلت لها اسماء يمكن راه خصنا نتفاقوا هاد المده حتى نفكوا واحد المشكل. قالت لي شنو هاد المشكل؟ قلت لها ما نقدرش نقول لك دابا. قالت لي شي وحده؟ قلت لها اه وماشي اي وحده. غادي تقول لك الا بقيت كنطلقها بك. هي تقول لي اشرح لي شكون هادي شنو درت لها انا. ما قدرتش نقول لها وبقات كتطلب فيا. اصلا ما غاديش تيقني. تقلقات وقالت لي سير لعندها ونساني ومشات غاديه وكتحك في راسها بقلات هذيك الجنيه ديال اخر الزمان. مسكينه راسها عواج. رجعت للدار ولقيت راسي كنبكي غير بوحدي. قلت للخوا دريه صافي كلشي بصح. داكشي اللي قالته الشيبانيه طلع بصح. قالت لي صافي غدا نمشيو لعندها واليوم ما تخدمش ارتاح. قلت لها ما نقدرش نصبر ليله اخرى بهادشي. قالت لي غير صبر ما عندك ما دير. قلت لها واخا. فلاشي الخوت لقيت راسي بلي نسيت واش كنصلي. جمعوا لي الوقات وما قدرتش نصليهم كاع. كنحس براسي مخنوق بحال شي حاجه ثقيله فوق من صدري. ما عرفت شنو هي. اسماء كتعيط ليا وما قدرتش نجاوبها في التليفون. شنو غنقول لها؟ نقول لها ساكنه جنيه غتبدا تضحك عليا ويمكن تبلوكيني. عطيت لختي قالت لي راه ما يقدرش يدوي معاك من بعد وغادي نشرح لك كل شيء. اذا قال لك شي حاجه ما ديش عليه هاد النهار. ما عرفت شنو كنت غادي ندير بلا اختي في هاد الوضع هذا. ديك الليله جاني الناس بكري بحال باغي نشوف ديك مولات الحواجب. ما حطيت راسي شفتها. دوزنا تاني ليله ما نعاودش ليكم. ليله واعره ولكن ما كنتش كنتحكم في راسي. ولكني كنفيق الصباح كنلقى راسي عاقل على كل شيء بالتفاصيل. مشيت للكوزينه توضيت ودوشت تاني لبست حوايجي حتى فاقت الخوادريه. قلت ليها يلا نخرجوا مع حد بنادم ناس. قالت لي واخا. مشينا خدي الطاكسي من عند خونا اللي عاطيه ليه وعطاني الفلوس ديال هاد المده ضربتهم في جيبي. مشينا فطرنا واخا ما عنديش النفس للماكله ولكن اختي لابد تاكل مزيان حيت حامله. تحركنا لعند الشيبانيه حنا الاولين عند الباب. ما حلات شافتنا دخلنا وقالت لي شنو وقع. قلت لها بلي كاع دوك الاعراض اللي قلتي لي راهم عندي. وعاودت لها شنو وقع للبنت اللي كنبغي. وعاودت لها البلان فاش شفت هذيك في الجاج وعصمت لي القلب. ضحكت عليا كاع الشيبانيه هي والخوادريه. قلت لهم ضحكوا نتوما اللي جات معاكم ما سكتوش من الضحك. قلت لهم دابا الا بقيتو تضحكوا غتقلقوها. ما عندي كي نفك شي وحده فيكم. وانا نشوف الشيبانيه قلت لها عاونيني الله يحفظك دابا. قالت لي انا ما تنديرش داكشي ماشي التخصص ديالي. غنصيفطك عند واحد الشوافه ودي ليه الذبيحه ما تعطيه ما يعطيك غادي يهنيك. قلت لها ودي نذبحوا لي الثور غير يهنيني من هادشي كامل. قالت لي الا غير شي حولي صغير وصافي. هنا ويا تنعتوا ليا. رجعنا للدار هزينا الفلوس ومشينا للبلاصه اللي نعتات ليا. حدا ديك البلاصه الدار ديال خونا كانوا تما نيت كيبيعوا الحواله. خدينا حولي واقفين كنتسناو نوبتنا جايه. جا واحد خونا ذبح الحولي قدامنا. قالت لي الخوا دغيا كون غير عطاونا شويه منه. شفت فيها جاتني بحال كتوحم في هذا الوقت هذا. وانا نقول لها راه حرام ما عرفتي شنو قال قبل ما يذبحوا. غير فكني من هادشي ونشغل اختي واحد حسن منه. قالت لي الله يدير لي فيها خير. بقينا حتى وصلت النوبه ندخلوا لعنده. ما خلاوش الخوا دغيا تدخل معايا غير بوحدي اللي دخلت. دخلت لتما وكان الديكور في شكال كيخلع مشعلين غير الشمع والسقف عالي ديال بصح. قال لي داك الشريف انت هو اللي رسمت لي الجنيه قليب في الجاج. ما يبداو يضحكوا عليا دوك الرجال حتى انا كنتبسم. غير فكوني منها ونضحكوا كاملين وما يحبسوا الضحك. ربطوا لي يديا قلت ويلي هاي هاي كحلت مال هادو. واحد حط لي رجليا فوق كتافو زيرهم مزيان وانا بديت كنغوت على الخوادريه كنقول لها عتقي. كان داك البني قديم غير الحجر والباب تبارك الله ما كاين اللي اعتقني. زيروني مزيان داك الشيباني حبس الضحك ويقول شكون انت؟ قلت لي انت هذيك الله الحاج. انت كيفاش انت؟ انت كتقول لي انت اش كتخربق؟ خنزر فيا داك الشيباني وقال لي هنينا انت ما كندويش معاك. هنا هو يجبد واحد القرعه ديال الماء في هذيك الرشاشه وبدا كيرش عليا. ما عرفتش انا علاش كنغوت ويبدا يهلك فيا بواحد العصا وهادوك مزيرين اللي كينزل عليا بواحد القصبه غليظه. كنحس بالضو كيضربني. عطاني شي ضريبات شبع فيا سليخ وكنسمعو كيقول لي خرجي. هادشي راه والو من داكشي اللي غندير ليك. عييت انا من الغوات وما بقيتش قاد ندوي. سمعتو قال ليهم صافي طلقوه. طلقوني فعلا ويقول لي داك خونا واش قاتك هادي يا ولدي.
حالفه ما تخرج حتى نغدا ورجع لعندي ونشوفو تاني الا هداها الله. قلت لي الشريف والله ما نمشي، ما نمشيش مع هادشي اللي فيا، يقدر يسكت لي القلب. قال لي يا ولدي ها غادي تموت، شوف كيفاش كتنفس، نفسك تقطعات عليك، واش يحسب لك هذا لعب؟ راه كاينين حدود. قلت لي ما عرفتش ولكن خرج مني هاد العجب، ما بغيتش نرجع للدار بيه. قال لي واخا واخا اللي بغيتي، ولكن انا ما سوقيش على داكشي اللي يقدر يوقع. رجعوا دوك خوتنا عاوتاني باغين يربطوني ويزيروني. مزيروني فعلا وجاب داك الماء حيد ديك الرشاشه وبدا كيخوي عليا اكثر وكيقرا في شي ايات، وعاوتاني بدا بديك القصبه كينزل عليا. بقينا هكا وانا صابر. واحد الوقيته كنت حاس وانا نسمع واحد الصوت، هو صوت مرا ولكن شويه غليط غادي لصوت الراجل. هادوك خوتنا بداو كيشوفوا فيا، من تما مبقيتش عاقل على شي حاجه، حتى فيقاتني اختي في الطوموبيل ديالي. تخلعت قلت ليها شنو وقع، بدات كتبكي وقالت لي صافي راه خرجات منك وراه سلمات كاع. قلت ليها والله حتى نزل نشكر السيد. هبط مشينا لعندو. قلت لي الله يجازيك بالخير الشريف، ياك ما غادي نبقى نشوف هذيك ختنا، ياك ما غنشوف والو. بدا كيضحك وقال لي ما تخافش، ما كاينش اللي قارب ليك دابا، الا ما سحروش ليك تاني ما غيقارب ليك حد. قلت لي كيفاش؟ قال لي راه شي واحد اللي مسلط عليك هذيك. قلت لي شكون؟ بقى كيشوف فيا ويقول لي عندك خوتك ياك؟ جوج ديال الرجال من خوتك هما اللي دايرين لك هادشي. صدمني، شكرته وخرجت من عنده. طلعنا في الطاكسي غاديين راجعين وقالت لي اختي مهدي اخويا ما تعصبش، عندك دير شي حاجه. شفت فيها وقلت لي اودي بنادم حاسدك على والو. وصلنا للدار دخلتها وكنت غادي نمشي نقاربلها مع خوتي، ولكن حبساتني، حلفاتني باعز ما عندي والدي الله يرحمهم. وقلت لها صافي كوني هانيه. دخلت في حالتي للدار كنشوف لحمي كاع زوقوه ليا بديك القصبه، ما كانت رقيقه مسمومه، كتدخل وسط من اللحم، ما قدرت حتى ندوش. مشيت كنشوف في المرايات وما كاين حتى شي حاجه، ما بانتش ليا. جبت التليفون وعيطت على اسماء، طلبت منها السماحه بعدا، قالت لي عادي، كنت عارفه بلي واقعه شي حاجه حتى تعاود ليا كل شيء، وراه بغيتك تمشي معايا. علاء عارض علينا العرسو وخاصك تمشي معايا باش ما تقلقش تاني. قلت لها لا غير سيري، والله حتى داير فيك الثقه. بقات كطلب فيا حتى قلت لها واخا صافي غادي نمشيو. قالت لي بلي العرس غدا. مشيت هزيت انا الحوايج اللي غادي نلبسهم غادي بهم للمصبانه باش نصلحهم، وهادشي اللي درت. منين رجعت لقيت عمر عند الباب. عمر هو داك البزناس راجل الخوادريه سابقا. قلت ليه اش كدير هنا؟ قال لي اخويا مهدي وصلتني الخبر بلي هي حامله. قلت لي دابا منين عرفتي؟ دخل دخل. حليت الباب وكانت اختي هزه طبسيل غير شافته وهي طيح وتهرس، بدات كتجمع فيه. وقلت ليها غير طالعي لبيتك. مشات وجلست انا وياه كنشوف فيه. قال لي اخويا مهدي مالك مبهدل وبحال عيان؟ قلت لي بلا ما تمثل عليا بهاد الهضره هادي، شنو بغيتي؟ وما تقولش ليا جاي حيت عرفتها حامله. قال لي اخويا والله حتى قبل ما نعرفها حامله كنت باغي نجي نطلب السماحه، حيت ما كنتش عارف بقيمتها، الدار خوات بلا بها، مليت من هاد العيشه ديما خايف. وزيد وزيد. قلت لي لخص لخص العشير، اختي ما غاديش ترجع لتما. قال لي مهدي انا كبار منك ونعطيك وعد، والله ما نعاود نحط يدي عليها من اليوم، وما عمرني نبيع ولا ندير شي حاجه تقدر تبعدني على ولدي ولا بنتي. بقيت كنشوف فيه، بديت كنصح فيه وقلت لي دير عقلك راك كبرتي والله ما غتلقى في حالها. قال لي راه عارف هادشي. قلت لي صبر ندوي معاها. طلعت لبيتها ودخلت شفت فيها وقلت ليها عرفتي علاش جا؟ قالت لي لا، واش عرفني حامله؟ واش باغي ياخذ الولد؟ قلت لها عارفك حامله، جاي باش يطلب السماحه ويرجعك لدارك. وقال لي ما عمرو يعاود يحط عليك يديه. قالت لي لا لا اخويا الله يحفظك ما نرجعش لعندو، هذاك ما عمرو يتبدل. قلت لها غير سمعيني، انا اللي دويت معاها هاد المراه وغنبقى نجي كل نهار عندك، غير حط عليك يدو غادي نقتلو على حسابي هاد المراه. بقات كتشوف فيا وقالت لي صافي اللي بغيتي. نزلت لعندو في الطريق كنفكر في هاد البلان هذا، والصراحه ما نبغيش الولد يتربى بعيد على باه، وعاد زيد الى باه هداه الله، فمزيان نردو عند راجله. هبطت عند السيد وقلت ليه في خبارك راه ما بغاتش، وانا اللي طلبتها عندك تندمني والله ما نسمح ليك، راه اختي كل شي فيها. قال لي شوف اخويا غير قول لي شنو ندير، انا مستعد اليوم
نتكاتب انا وياها وترجع لدارها. قلت لي لا، كلشي عارفه تطلقات، ما خصهاش غير تجي وترجع، لازمنا شي عرس واخا يكون صغير باش يعرفوكم تزوجتو تاني. قال لي انا نتكلف. تفاهمنا على الوقت وكلشي، انا وياه هو غادي يتكلف، كيبان لي بحال باغيها ديال بصح. واقف باش يرجعها للدار، خرج هو وبقيت داوي معاه. وقلت لها صافي غير على وجه هاد المره هادي، راني اول مره نشوفو داير بحال هكاك وكيطلب. قالت لي صافي واخا. خرجت انا بالطاكسي، شحال ما بقيت خدمت به، بقيت محرك ديك العشيه وعطيتو للسيد اللي كيخدم في الليل، قلت لي خدم به في الليل وبالنهار هاد الايام، انا ما نعرف غير فلوسي في الدار. قال لي كون هاني. جات الوقت اللي نرتاح فيها شويه، من صغري وانا في تماره والخدمه. تحركت من تما لعند واحد الفلاح مشهور عنده واحد الفيرما بعيده شويه، خديت واحد الحولي وصلوا لي حتى للدار. عاد خلصوا الخوادريه كتقول لي عذبتي راسك والله بلاش. دخلنا وطلعته للسطح، نزلت انا بدلت حوايجي، هزيت الموس مضيتو، مضيت داكشي كامل وطلعت ليه. دبحت هذاك الحاولي وقديت كلشي غير بوحدي. في العشيه نقيت الدنيا مزيان وحطيته كنقطع فيه، عطينا منه الجيران اللي حداهنا حيت شافوه داخل ما جاتش. خواتاتي كذلك صيفط ليهم وصلهم حقهم والحمد لله الخير والبركه. جمر في الليالي عمي وبو الفاف، بقينا غير الضحك والقصه غير انا واختي راس في راس. كنت فكروا ايام زمان والوالده والوالده، عاونتها وجمعنا داك الشيء. وما عرفتش دابا شنو غندير بلا بها تاني، منين الدار غادي تخوى وترجع لراجلها. بقيت داوي مع اسماء في التليفون، وصلت لي الفكره ديال انها بغاتني نمشي نبوكس معاها لذاك العرس. قلت لها صافي ما غاديش نجي انا كاع، وقيلا راه عندي الخدمه. بقات كطلب فيا وقالت لي واش تقلقتي؟ قلت لها بنت الناس، الرجال راه بكتافهم ورجولتهم وعقلهم ماشي لباسهم. اون بليس انا ديما لابس زوين، علاش كتقولي هكا؟ قالت لي صافي وما تقلقش، فهمتيني غلط، اهو شوف عافاك بلا ما تجيب الطاكسي. هنا بقى فيا الحال، حقرات لي الطاكسي ديالي. قلت لي نوريك شنو درت على ودي داك الطاكسي باش شريتو يضرك خاطرك. وانا نقطع عليها حطيت التليفون ودخلت الخوادريه وبقيت مجمع انا وياها. كتسوني على شنو غنلبس غدا، وريتها الحوايج اللي صلحتهم، وعاودت لها شنو قالت لي اسماء. بدات كتضحك وقالت لي صافي لقيتها لك، ياك عمر قلتي تبدل، صافي غدا سيخو طوموبيلتو، راه طوموبيلتو شي حاجه غاليه. الخوادريه كانت ما كتفهمش في الحديد نهائيا. قلت لها صافي ان شاء الله غنمشي عنده، وتنتي غتمشي معايا غدا. قالت لي لا بلاش، بقيت كنطلب فيها حتى وافقات. ناسنا والغد لي باش فايق باش قاصد النسيب، غادي نجقرو. كندق حل عليا مرحبا مرحبا دخل اخويا، وكيعاود لي بلي الدار مرونه من نهار مشات اختي. قلت ليه واش اختي خدامه عندك ولا شنو؟ بين لي الكتاف وضربها بشي جفيفه للدار وخمل، مالك ما عندكش الدراع؟ ولا جيب شي وحده لدير هادشي، اون بليس اختي راه حامله. قال لي عندك الحق. ويشوف فيا قال لي علاش جيتي عندي بكري ياك ما وقع شي حاجه؟ قلت لي والو، غير معروضين لواحد العرس ودار البنت اللي غادي نخطب حتى هما كاينين، وقالت لي اختي عندك شي حديده تخليها عندي وغندير لك ليسانس فيها. قال لي الله اودي بالعكس حنا عائله، راه عامره بليسانس وفيها البلان، سير فين ما بغيتي صبر نجيب لك سويرتها. طلع ورجع لعندي شاد الكونتاك في يديه، كتب لي الطوموبيله لاند روفر، حل الكراج شفتها عجباتني وانا كنت باغي نمشي بداك الطاكسي. قال لي خذ راحتك بحال ديالك، عطاني الوريقات وخرجتها. هادشي فشكال عمي، انا مولف بالحديد المتواضع واللي حامي راس. حطيتها قدام الباب وطلعت كنبدل حتى كنسمع الدقان. نزلت لقيته هو نيت جايب لي واحد الكومبلي، قال لي شوف هذا واش يجي قدك راه ما كنلبسوش. قلت نعطيه لك يجي معاك، خديته من عنده وقلت لي دخل. باش داخل باش خارج الخوادريه كدير في طوانقة، تصدموا بجوج بداو كيشوفوا في بعضياتهم بحال انا ما كاينش، وانا نقول يا عمر يديك الله واش بغيتي نرونا مع خويا؟ قال لي بغيت ندوي معاه الله حفظك العربي ندوي معاه. شافت فيا هي وقالت لي خليني ندوي معاه، راه بيناتنا وليد دابا. خليتهم في الصالون ومشيت لبس داك الكومبلي بحال مفصل ليا، وانا فلوس الحرام خاسرهم غير على الحديد والحوايج. لبستهم وخرجت لقيتهم كيدويو. قالت لي الخوادريه جيتي بحال شي عريس، حتى خونا تعنب عليا. قلت لي غير سكتنا، الفطور واجد الحمراس بالحمص، كلام انا عاد خرج في حالاته.
قلت لي حتى نرجعوا دوي وحتى تشبعوا. قال لي واخا. فاش ترجعوا صوني ليا. خرج هو سدينا الدار وتقديت انا يا مزيان. وتفكرت فاش قالت لي اسماء عندك تحشم بيا بديك الطريقه ديالها. نحشم بوها انا غنوريها دابا. جبت الحديده وتبوكست مزيان. تحركنا انا والخوادريه وموقفنا حتى للدار ديال اسماء. وقفنا شويه وانا نصوني ليها قلت لها راك تعطلتي. قالت لي اني خارجه دابا. خرجت وبقات معايا في التليفون قالت لي فينك. قلت لها شفتي ديك الحديده الزوينه اللي قدام داركم؟ راه هي باش جاي. شافت في الطوموبيل ويخرج خوها حتى هو طلع في الطوموبيل ديالو. خلاته جات ركبت معانا. بان لي انا وانا نهبط عنده سلمت عليه. سولته على راسو وتسالمنا مزيان. قلت لي نمشيو؟ قال لي نمشيو. تحركنا كاملين لتما. دخلنا لتما واسماء غير كتسولني على الطوموبيله. قلت لها انت سوقك؟ صافي هنينا. لقينا الناس بادين والحمد لله غير مني ما تعشاوش. واخا انا ضارب بولفاف ولكن جاني الجوع. جلسنا وكنشوف خونا حاضي اسماء ما عجبنيش الحال. واحد شويه قال لك نوضو نتصوروا معاهم. جروني لعندهم. خونا اللي مزوج بوحده باينه فيها ماشي مغربيه ولكن بياسه هاربه قاوريه هاربه بالسيف ما يبدل اسماء وينساها. صورنا معاهم وهو يعنقني وقال لي تهلا فيها. قلت لي ما تخافش. رجعنا للطابله اللي جالسين فيها. داك خونا علاء هارب لي الفريخ بدا كيغني صوتو بحال ديال امين الغوتي ولكن طلع لهم ديسك هارب. العرس داز زوين صراحه. ما منيش طحت حتى لهاد العرس هذا. رجليا ضروني بالتنقاز بحال القرد. جلسنا وحطوا القص وما بغيتش نفرشها قدام عائله اسماء. كليت بالعقل. كناكل وكنتناقش مع خوها. خوها كان تقدر تحل معاه نقاش في جميع الميادين. ولقاني حتى انا مستافد مزيان. مالين طاكسيات ديما راسهم عامر. تعشينا مزيان. قلنا نخرج الله يجعل البركه. خرجنا راجعين بكري شويه. وصلنا وقلت لاسماء شنو بان لك نجيبو شي تسركيله قبل. قالت لي واخا. قلتها لخوها وقال لي غير ما تعطلوش. ما قدرش يردها ليا في وجهي قدام الخوادريه. وهي غير قبيله في الطابله كانت كدوي معاه على وديت الخطوبه ديالي مع اسماء. المهم بقات معانا ووصلنا الخوادريه للدار حيت هيات ما بغاتش تمشي معانا. بقينا بجوج كنتسركلو وطالق ليها مالي مالي ومال الشمعه. اختنا طلقات معايا. بقيت كنشوف فيها واحد شويه وقلت لها بنت الناس. واحد الحاجه غنقولها لك. انا ما عنديش شي عائله اللي كبيره. عندي ثلاثة ديال خواتاتي هما باش كنشوف. انا ماشي لاباس عليا وماشي فقير في نفس الوقت. انا خدام بيدي والحمد لله. ما عجبنيش الحال البارح بديك الهضره. هاد الطوموبيله هادي ديال راجل الخوادريه حتى هاد الحوايج اللي لابس ديالو عرفتي فلوسهم منين جايبهم؟ من الحرام والخنز. وزيد وزيد كنت نقدر نخرج الطريق كاع وندير بحالو كون راه هاد الحديده تكون ديالي دابا ولا نكمل قرايتي ونخدم شي خدمه زوينه. طبعا ما غاديش نشري في حالاتي ولكن غنشري شي حاجه مزيانه. انا ما كملتش قرايتي وما باغيش شي درهم ديال الحرام يدخل لداري. الحمد لله بداري بخدمتي ومعيش معايا عائلات. هادشي اللي كاين. وانت عارفه قصتي من الاول للاخر. ما نحتاج نخبي عليك والو. هنا وهي تبدا كتدمع. قلت لها وصافي صافي مالك واش عايرتك؟ انا غير دويت معاك. قالت لي اسمح لي انا ما كنتش باغا نقول لك بحال داكشي البارح. غير فهمتيني غلط. قلت لها غير دويت معاك دابا باش تكوني عارفه كلشي قبل ما تولي شي حاجه بيناتنا اللي هي رسميه. قبلتي عليا مرحبا ما قبلتيش الف مرحبا. قالت لي يا مهدي هادشي عارفه قبل ما حتى نرجع نشوف. وكون كنت نشوف شي واحد من غيرك ولا ما معمرش لي انت عينيا كون راه عرسي هذاك اللي كنتي فيه قبيله. واخا نعيا انا ما نحاول ولكن عائلتي مولفين بشي حوايج. انت مازال ما شفتيش بابا. مازال خويا راه ضريف وشعبي شويه. بقينا داوين شي نص ساعه. المهم عرفنا شنو كاين وتناقشنا. قلت لها بلي الخوادريه غادي ترجع لعند راجلها وبلي تبدل ولا الله يعمرها دار. قالت لي غدا وندوز بغيت نشوفها. اجي بعدا شنو كان واقع لك هاد الايام؟ عاودت لها على ديك الجنيه وبقات كضحك. وريتها لحمي فيه لاطراز ديال الضرب وبقات عاوتاني كضحك. بنت العبد الصراحه في السوقان هاد الطوموبيله هربات وليا كتشد الطريق مزيان. كتحس بها غادا بوحدها. وصلت البنت لدارهم وباستني ونزلات. قالت لي غدا نجي لعندكم في الصباح. قلت لها واخا حتى انا غير الدار. رجعت للدار بدلت حوايجي نقيت الطوموبيل وديتها لعمر كندق ويحل ليا. قال لي بلاصيها قدام الكراج وهو واقف كيشوف فيا. حطيتها في النعت ليا بالزربه وعطيتو صويرتو. شكرتو بزاف. قال لي حسبها ديالك نعطيك الدوبل ديال السويرت هزها وقت ما بغيتي. قلت له شكرا بزاف. يلا بغيت نتحرك هو يقول لي مهدي مناش وانت عندك البيرمي وقتاش علمتي تسوق؟
قلت لي البيرمي عندي شي عام دابا، لكن راه 4 سنين وانا كنسوق وعاد خدمت في الطاكسي. قال لي دخل 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 الصالون. قلت لي اش كاين؟ قال لي غير دخل. دخلت وشاف فيا قال لي يا مهدي ما نكذبش عليك، بصح انا بغيت نبعد على كاع هادشي ديال الحرام وصداعه. قلت لي مزيان، هادشي اللي بغينا لك اصحابي. قال لي اصبر نجيب لك واحد القهوه باش تحل لي دماغك، عندي لك واحد البلان. غادي تاخذ 5 ديال الطاكسيات اخرين. قلت لي واش من نيتك؟ لا لا خويا خليني بعيد على بلاناتك. قال لي وا مهدي راه قالت لي اختك بلي عاشرتي شي بنت لاباسه اليوم، واش بغيتي تحشم بالبنت قدام عائلتها؟ واخا تبغي هي راه عائلتها ما غاديش يبغيوها تجي لعندك، وانت في هذا المستوى وعندك طاكسي يقدر يخسر يقدر يوقف، المهم على قد الحال. خونا كان كيدوي بحال كان معانا قبيله. قلت ليه واش داير ليا الكاميرات في الطوموبيل؟ هادشي بالضبط اللي قالتو ليا البنت قبيله. قال لي راه الواقع هذا شريكي، صبر عليا نجيب لك قهوه وغادي نشرح لك. قلت لي واخا زير بيرام خلي الخوا دغيا بوحده. قال لي غيب شويه ديك النعاسه تلقى جابد على بشي نعسه دابا. قلت لي سير اخويا سير. دخل الكوزينه شويه جاب جوج ديال الكيسان ديال القهوه، شديت كاس وقلت لي يلاه دوي. قال لي مهدي عندي لك واحد البريكول، هاد البريكول غادي يكون اخر حاجه نديرها خارج على القانون وفيها الصرف ديال بصح، ولكن خاصني شي واحد عنده مع الحديد باش ما نتحنسرش، وانت ديجا مدوز الميكانيك وخصني يكون كيعرف يسوق، وما كاينش اللي كيعرف يسوق في الدرب بحالك. قلت لي عمر فلوس الحرام انا ما باغيهمش. قال لي ما كان هاد العقليه، الا ما درناش حنا غيديرها واحد اخر، وداك رزق ما تقولش ليا حرام وكذا، حيت الا جيتي تعول على الحلال ديالك ما غاديش يعيشك، بالاخص انت ما عندك لا والدين لا خوت يعاونوك ومازال صغير، ما عرفتي غدا شنو مخبي ليك. عندي ضربه وحده غضمن لك انت مستقبلك، بغيتها بحال شي حفله ديال الاستقاله ديالي. قلت له شنو هادشي اللي غادي نديرو؟ حشيش غبره؟ قال لي فلوس. قلت لي كيفاش؟ قال لي فلوس مزورين من مدينه لمدينه وغادي ناخذ حقنا، فلوس ديال بصح. قلت لي كضحك عليا، راه بين هاد المدن تقريبا نص المغرب لابد يوقفونا في شي باراج وفي خبارك فيها المؤبد، وكل ما كثروا الفلوس كتكحال عليك. قال لي هادشي كامل انا عارفه، ولكن الا وصلناهم غادي تبدل حياتك ديال بصح، وانا غادي نزيد فلوس لحسابي وعندي ولد جاي في الطريق خاصو خاصو خاصو. قلت لي خويا فلوس الحرام هادوك ما غيديروا معاك والو. بقى كيضحك وقال لي امهدي هادشي جاري به العمل، واش بغيتي تعيش ولا تبقى تتفرج في بنادم؟ والله ما غادي تكمل معاك البنت، عائلتها ما غاديش يخليوها، عاد زيد انت واعر في الحديد، سهل البلان بحال مسافرين وعندنا الفلوس اللي وقفنا ندورو معاه. صراحة خونا قنعني في هاد لي بوان هادو، وتفكرت هضرت أسماء فاش قالت لي أنا نصبر معاك بوالو ولكن عائلتي. قلت لي عمر معاك أنا ولكن نحصلو، والله حتى نعترف بكل شي ونخرج راسي. قال لي إلا حصلنا نعترف أنا ونقول ليهم بززت عليك، ما نخليش ولدي بوحدو، نخليك أنت معاه، أنت معاه يعني بحال معاه أنا. شربت قهوتي بالزربه وخرجت وقال لي بعد غدا نمشيو. راجع للدار وكنفكر في هادشي بصح، الا جيتو تشوفوا داك الطاكسي يقدر يخسر ولا شي كسيده لا قدر الله، وانا ما يبقى عندي والو. صافي غادي ندير هادشي اول واخر مره. دخلت للدار لقيت الخوادريا بصح ناعسه، طلعت لبيتي ايديا كيلعبوا، قلت غادي ندبر على مصاريف هادشي طبعا الا ما غبروناش بشي مؤبد ولا قتلونا شي وحدين ولا حونا في شي بلاصه، ولكن الحياة فرص، يا تزام وتاكل اللحم يا تبقى ندمان حياتك كاملة، والقطار اللي داز من قدامك خصك تركب فيه، حيت شوف واحد 30 عام ولا 10 سنين غادي يدوز قطار واحد آخر. نعست والغد لي فايق مخلوع، وباش نحيد الخلعة خصني ناكل. جبت اللحم مقطع وجبت البصلة شعلت الجمر ومشيت عيطت على عمر يفطر معانا، ومنها نقولو للخوات غياب اللي غنمشيو نسافرو على حساب غدا. لقيتو فايق وجا معايا للدار، طلعنا للسطح يلا بدينا كنقصي ويا تجي الخوادرية. السيدة ولاو فيها 10 كتقصي بزاف، كنقولها غير بشوية دابا تخنقي. عمر كيقول لي خليها تاكل ما شبعاتش، دابا ندبح ليها واحد آخر، راه ولدي تما وهي كتخنزر فيه. فاش كتخنزر فيه كيقول لي آه ومرتي تما مرتي. طبعا الخوت كون ما جانيش معرفة كل حتمو من السطح كيتهنب ليا على اختي قدامي. المهم نزلات تجيب الحارة ويقول لي صافي غدا ياك. قلت لي مشات واش بطوموبيلتك؟
قال لي اه طوموبيلتي وجد لي راسك، ما كاين لا ناس لوقوف، نقضيو الغراض ونرجعو في حالاتنا. قلت لي واخا. رجعت الخوادريه كندويو على العرس، وقال لي ها بعد غدا نتكاتبو نديرو شي حفله صغيره بارك علينا. وافقت حتى انا. نزلنا وبقينا جالسين شويه وخرجنا انا وياه قدام الباب. قال لي غدا مع الخمسه ديال الصباح غادي نخرجوا، عندنا ثلاثه ديال السوايع غنوصلوا لتما، قول شي اربعه ديال السوايع باش نوصلوا داك الشيء. قلت تقريبا غادي نرجعوا في الليل. قلت لي الساط يديا كيلعبوا من قبيله ما عرفتش علاش. قال لي زيد معايا نعطيك شي حاجه تعاونك. مشيت معاه للدار وجبد واحد الدواء عطاني نص حبه فيه، شربتها واحد شويه بحال ما كاين والو، وليت غير كنفرنس وحال فمي ودماغي حسيت بيه تفتح. ما عرفتش كيفاش غنشرح لكم، بحال كان فيك الصهد ودوشتي بالماء بارد، كتحس بداك الانتعاش. قلت لي شنو هادشي؟ قال لي غدوه ما تخافش ماشي شي حاجه خايبه، غير باش تركز غدا راني محتاجك مركز. قلت لي ما تخافش. بقى كيشوف فيا وقال لي ندمت. قلت لي علاش ندمتي؟ قال لي حيت ما دويتش معاك شحال هادي، انت في شكال كنت كنتخيلك بواحد الطريقه ولقيتك شي حاجه اخرى. قلت لي وراه حتى انا الساط ما كنتش كنحمل غير حتى امك وما هامش امك كاع، ولكن دابا وليتي عشيري ونسيبي. قال لي خرج فحالك غادي نبدا نبكي. قلت لي لا تبكيش لا تبكيش، خلي عندي الطوموبيل. شفتي انا نسيبك وعزيز عليك. قول يا سير سير هز الطوموبيل هز السويرتات وعندك تقلبها نوليو محنسرين غدا. تبسمت لي وخرجت من عنده. خديت الطوموبيل وحطيتها قدام الدار، بديت كنقلب لها في الموتور ديالها. شحال ما بقيت درت يديا في الحديد، قلب داكشي الاساسي ديال الطوموبيل الزيت وكداو كلشي كان ناضي. من بعد طلعت لبست حوايجي لقيت الخوادريه كتغسل في الموان في الكوزينه. وقفت معاها وقلت لها غدا غادي نمشي مع عمر لعند واحد السيد عشيرو باغي يبيع واحد الطوموبيل، والله ما فيا غير صابر وهي تشوف فيا. قالت لي علاش لامك كتكذب علاش؟ قلت لها والله ما كنكذب. قالت لي كتحلف القرض اللي ولدك. باغي تقول لي انت اللي كاع صحابك كيبيعوا ويشريوا في هاد الشيء وخدمتك غادي لعند عمر هو اللي غيوريك منين تشري طوموبيله؟ قلت لها واخا نحلف لك ما غاديش تيقي بيا. قالت لي والله واخا نمشي معاكم ما نتيقش، نقول لك حاجه وحده توقع لك ولا تدخل الحبس والله حتى نموت غنموت وتفكرني فين قلتها لك. قلت لها وصافي حتى انت راه قلت لك شنو كاين ما تخافيش. مشيت لبيتي بدلت وعيطت الاسماء قلت لها فينك؟ قالت لي في الليسي اللي قريب لدارنا. قلت لها بلي غنجي نديك. قالت لي واخا. مشيت لتما وطالق بلال حنا كيماها. بقيت كنقلب في مزيكا تما دغيا كنقلب على شي دويسك نقي حتى لقيت واحد الديسك ديال الدوزي. خرجت هي شافت الطوموبيله عرفاتها، طلعت دارت معايا ديك اللعيبه ديال بوسي بابا موح موح. قالت لي فين غنمشيو؟ قلت لها فين ما بغيتي. قالت لي ديني بغيت نشوف اختك شحال من مره كنقولها لك. قلت لها ياك شفتيها غير البارح. قالت لي الليل ديك الساعه بغيت نشوفها، انت مالك ديني ولا نشد الطاكسي؟ قلت لها جلسي جلسي. وصلتها للدار عندنا وبقات معنا داك النهار، ما عرفتش اش من كذبه دارتها لدارهم. يديا كانوا باقين كيلعبوا مفعول ديك الفانيده اللي عطاني ساله. رجعت البنت لدارهم وقبل ما تنزل درت داكشي ديال الافلام. قلت لها بنت الناس الا وقعت لي شي حاجه وما عاودت شفتك عارفيني كنبغيك. وهي تصدم قالت لي كيفاش منيتك شنو غادي يوقع لك كاع يهديك الله؟ قلت لها غير سيري بنت الناس نزلي بنت الزطاط نزلي كتاب لك عمر جديد. قالت لي مسطي انت مع راسك. قلت لها تهلاي تهلاي. خرجت في حالتها هو كسيريت بالطوموبيله حطيتها في الكراج. مشيت تخلصت من عند السيد اللي خدام بالطاكسي، طلعت عند الخوادريه عطيت هذوك الفلوس. قلت لها الا وقعت شي حاجه هاكي هادو والكونت ديالي فيه شي صريف وهالكود ديالو الدار والطوموبيل كلشي ديالك. قالت لي اشنو قلت لك الصباح فين غتمشي؟ صدرتها ومشيت لبيتي باش الناس غدا فايق بكري ولك غدا فايق بكري ولكن شكون خلاك تنعس؟ اسماء برصطاتني بالميساجات كتقول لي فين غادي غدا شنو ديك الهضره اللي قلتي لي قبيله؟ ما عطيتهاش راس الخيط. مشيت تعشيت ورجعت الناس حتى كيفيقني التليفون مع ربعه ونص. توضيت وصليت وطلبت ربي يسهل عليا وخاف الحرام ولكن محتاج دوك الفلوس ديال بصح. كيصوني لي عمر خرجت لقيتهم خارج الطوموبيله وكيتسنى فيا. سديت الباب وشدينا الطريق يديا كيلعبو كنشوف فيه هو يجبد لي حبه كامله. قال لي هاد الخفه اللي فيك وانت مزاري غتفرشنا.
قلت لي راه ماشي لخاطري، شدينا الطريق ديال لوطوروط من الخمسة حتى لتمنية. كليت ديك الحبة وكالماتني، الطريق كاملة هو كيوصي فيا، قال لي إلا وقفنا شي باراج ولا إلا وصلنا لتما عندوك الناس ما تدويش، خليني أنا ندوي. أنا ما غنعيطش لك بسميتك، غادي نقول لك هشام. قلت لي واخا. وصلنا وفطرنا ودخلنا للمدينة، مشينا لعند دوك الناس، كان واحد البار، حطينا الطوموبيلة دخلنا لتماك. قال لي ابقى هنا، سناني هنا وطلع هو الفوق. بقيت واقف كنشوف في بنادم، في الصراحة لقنت عامر بالتيسيس من بعد وينزل هو ومعه واحد جوج ديال الرجال. قال لي هشام خرج دخل الطوموبيلة للاكاب. مشيت فعلا هزيت الطوموبيلة ودخلت لذاك الاكاب لتحت بلاصيتها، وكانوا هما واقفين تما، واحد الكاميو واقف، حلو الكاميو اللي كان صغيرة وبداو كيجبدوا ليا في داك الصرف، ديك الفانيده لاعبه معايا ديال بصح. ما قدهمش الكوفر ديال الطوموبيل، داروا داك الشيء في الكراسه اللور، القضيه فيها الاعدام كاع الخوت ولا المؤبد. سلم عليهم هو وطلع، قال لي تحرك بالزربه حيد من هنايا. خرجتها بالزربه حتى انا و قال لي شد الطريق دغيا نوصلوا. نص الخدمه دابا درناها، شادين الطريق وانا داير بالي غير مع واحد الطوموبيل فين ما دارت كدور معانا، كنوقفو كتوقف. قلت لي دير الصمت على عاود، قال لي علاش؟ وريته الطوموبيل وقال لي يمكن لا يكونوا بوليس. قلت لي شنو البوليس؟ واخا نعرف نموت وما نمشيش للحبس، دير الصمت. دار هو الصمت وبديت كنخيط لهم في الحديد بحال ترونسبورتر ديال جيسون ستيتشم. هربنا على خوتنا وعاد مني دخلنا لوطوروط، ما نزلتش على 120 كيلومتر في الساعه، ما كاين حتى شي باراج. وصلنا للمدينه اللي بغينا نمشيو ليها، كانت اول مره نشوف البزناس، فرحان بحال هكا. حتى انا فرحت، طلقنا مزيكا ويجبد واحد جوان قال لي هذا اخر جوان تكيفو. قلت لي انت كلشي عندك في اخر مره، ما تقدر زعما تتوب بلادك اخر مره. ويلوح جوان مش شارجه مو، قال لي غير تهنا خويا ها هو تاب. بدا كينعت ليا في البلاصه وانا كنشوف في المرايا ناوية تبان لي ديك الطوموبيله عاوتاني. وصلات علينا وتابعانا، تلفت لعندو ويقول لي هادو عينهم فينا. طلقت واحد ديسك ديال ام ان ام راب جوت، عطيتها جهده خوتنا عندهم داسيا، خلينا اليوم غير الغبره. تيقول لي نقص نقص غادي تقلبنا. انا مع المزيكا وديك الفانيده لاعبه بيا كيف ما بغات، كنشوف لقيت راسي شاد ميتين تقريبا. بديت كنزل بشويه بشويه وبقيت في 100، ما نزلتش عليها. خوتنا ما غاديش يتبعونا كاع، ما يشدوناش. وصلنا للبلاصه اللي كاينه هات ليا وقال لي دخل لاكاب بالزربه. حتى ديك البلاصه كان بار، دخلت لذاك لاكاب لقى شي رجال كيتسناو، هبط قال لهم شي واحد تابعنا بالزربه خواو دوك الفلوس. مدوا لي واحد الساك، طلع الطوموبيل جبد واحد الزرقه بدا كيقلب فيها مزيان وصنع عليها بالفلاش ويقول لي صافي سير. خرجنا من تماك وقال لي شفتي انت كنتي خايف ما وقع والو. قلت لي وي كنت خايف على والو. شدينا الطريق بشويه بشويه، هاد المره دقه دقه وصلنا لمدينتنا. دخلنا للدير بنيشان الكراج ديالو هو، دخلنا الطوموبيل نزلنا لدارو، حط داك الساك فوق واحد الطابله وراني ديك السينتا. قال لي قلب واش الوراق فيهم هاد العيب هادي، وراني شنو خاص يكون في ديك السينتا. بقينا تما كنقلبو في الليل وانا نقول ليه انا غنمشي نشوف اختي نطلع عليها ونرجع. قال لي سلم لي عليها بزاف وقول لها غدا غادي نتكاتبو ورجع اخويا تاخد حقك. قلت لي واخا. مشيت للدار كندق حلت لي الباب، سولتها واش ما واقع والو، قالت لي بلي اسماء جات لعندها يلا قبيله باش مشات. قلت لها طيبي علاش نتعشاو، غير يجي عمر يتعشى معانا غدا غادي نتكاتبو. قالت لي راه طيب غير عيط عليه. بدلت ولبست واحد الفوقيه خفيفه وغادي لعندو. بانت لي ديك الطوموبيله اللي كانت تابعانا واقفه في الدرب، كاين شي ضغطني في هاد اللقطه. تما يديز من حداهم ويقول لي داك اللي راكب القدامه خويا اخويا نقدر نسولك؟ حركت لي راسي باه. قال لي شي واحد في هاد الدرب هذا عنده اورونج كحله. قلت لي عنده اورونج بغا يكون ساكن هنا؟ كضحك عليا ولا كيفاش؟ شوف الدرب اللي من مورانا تما كاين واحد الولد عنده يمكن اورونج. نعت لي واحد الدرب وصيفطو لمدغشقر. قال لي شكرا وتحركوا بالزربه. مشيت لعند عمر قلت لي بلي خوتنا تبعونا حتى لهنا الساط. قال لي فينا هما؟ قلت لي وزعتهم واحد التوزيعه هاربه ما تخافش، ولكن غادي نسولو غادي نرجعو لهنا لابد. قال لي اش غنديرو دابا؟ قلت لي اسمع عمر هاد الصرف غادي نخبيه في الدار عندي، غادي ندي الطوموبيله نغبرها
انت سير شكيب اللي تسرقات لك الطوموبيله ملي كنتي خارج في الصباح، ويلا رجعتي وشفتيها مسروقه. حتى واحد ما شافنا فاش كنا داخلين، ما غادي يقولوا والو واخا يشوفوا. قال لي فكره زوينه هادي، طلعتي مجرم. قلت لي سكت ما تحشمنيش الصاط. جمع لي دوك الفلوس كاملين وديتهم للدار. الخوادريه في الكوزينه، مشيت لبيت الوالد والوالده الله يرحمهم، دير داكشي في السرير تحت منه، وخرجت بالزربه مشيت للدار ديال عمر. وكتشو ما كاينش، مشى ديك لاري بالزربه، ولكن خلى لي الكراج محلول. حليت الكراج ودخلت هزيت الطوموبيله، خلى لي حتى الكونتاك فيها، ديماريتها وغادي، وكان مسح في البصمات. خرجوا لي الافلام. المهم بعدت شويه على الدرب، خديت شي حوايج من الطوموبيل باش يقولوا راه سرقوها وكذا، هرست الدجاج. حرفتي هادي، خليتها دير الصوت ديال لالارم باش تسمع ويعيطوا على صحاب الوقت. لحت سوارتها بعيد، بقيت كنمسح فيها بحال عندنا الاف بي اي في المغرب. حتى كيبان ليا شي واحد جاي، عطيتها لدرادك. مشيت واحد المسافه طويله، عاد تميت راجع للدرب. حيد ديك الفوقيه اللي كنت لابس، وبقيت ضارب غير شورت وتريكو باش هذاك اللي شافني يقول شفت واحد فوقيه. قربت للدار وما يبانوا لي اصحاب الوقت قدام الدار، وكانوا واقفين حدا الدار ديال راجل الخوادريه. الروينه كانت نايطه. دخلت للدار، لقيت الخوادريه عند الباب. قالت لي دوي، قلت لها كيفاش؟ قالت لي الطوموبيل سافرت بها ورجعت بها قبيله، ودابا كيقولوا البوليس باللي تسرقات بنهار. كيفاش؟ شنو درتي؟ قلت لها هنينا هنينا، واش بغيتي تخرجي علينا؟ ما شفتي والو ياك؟ وما سمعتي والو؟ انا ما خرجتش من هنا اليوم. قالت لي صافي. شويه سمعت الدقان، حليت الباب، لقيت داك خونا اللي سولني قبيله. بالزربه دار لي المينوط، صدمني. قلت لك ما غلطت في شي حاجه. الخوادريه بدات كتغوت، قلت لها سكتي سدي الباب ما تبعينيش. خونا غادي بيا وكنقول ليه شاف شنو درت، راك غالط. داني ديك الطوموبيله ديالهم ديك الداسيا، وقال لي علاش كذبتي قبيله وقلتي ما كايناش شي طوموبيل بحال هذيك ومولاها كان نسيبكم. قلت لي شاف، قصه طويله. هذاك السيد ما كندويش معاه، وسول الدرب كامل، طلقات منه اختي وما تنسولش فيه وما كنحملش امو. انا عندي طاكسي كنخدم به، ما كنعمرش بزاف هنايا، ما عارف والو. قال لي مني ما عارف والو، انا صيفطيني لداك الدرب. قلت لي شاف كتبان لي طوموبيله بحال هذيك تماك، وما عرفتش شكيت فيها. داوني لواحد لابريكاد ودخلوني لواحد البيت، زرب عليا بديك شوف عمر اعترف بكل شيء، مشيتي انت وياه اعترف حتى انت باش نشدو دوك الناس، وغادي تخرج الليله من هنايا. خوكم شبهان افلام وعارف وغي طالقة عليا. قلت لي شاف ما شاف والو، انا ما عارف والو. عمر يقول لي باغي يقولو، سول الدرب كامل عليا، انا ما عارفكش حتى علاش كدوي. البوليس جربوا معايا كل شيء، ضربوا عايرو والو. بقيت مع امهم حتى الغد ليه، طلقوني في حالي. بلي عمر والخوادريه حتى هما ديجا سولوهم، ما عندهم حتى شي حاجه علينا. عمر جايب محامي، محامي هارب. داك البوليسي ما كانش حامني كاع، ما بغانيش نخرج، ما عرفتش علاش. المهم رجعنا مع المحامي في طوموبيلته، قال لي يا عمر مزيان مني ما قلتي والو، كنت خايف للدوي. قلت لي ما تخافش. الخوادريه كانت غير ساكته كنشوف فيها. قلت لها مالك؟ قالت لي صافي وليتي بحالو، وبدات كتبكي. قلت لها اول واخر مره. صافي بقينا معاها حتى ضحكات واحد شويه، رجعنا للدار بقينا نقلبوا الدار، وانا داك السرير فين خبيت الفلوس، واخا يحلوه ما يلقاوش دوك الفلوس، سرير ثقيل وقديم، وداكشي دخلته غير بالزز بين السرير وديك الحديده. المهم قادينا الدار بالزربه، عمر كيقول لي بلي غادي نبقاو حاضرين هاد الايام، وقال لي خصك ترجع تخدم في الطاكسي. قلت لي واخا، عيطت على السيد اللي خدام بيه باش يجيب لي الطاكسي. قال لي راجل الخوادريه خلي الفلوس تماك. قلت لي واخا. جلست في الدار شويه وخرجت خديت الطاكسي، خدمت به شويه داك النهار ورجعت حطيته. لقيت راجل الخوادريه هو وياها كيدوي وحده الباب. قال لي بلي غادي نتكاتبوا السيمانه الماجيه حتى تبرد القضيه. قلت لي واخا اللي بغيتو. انا عييت ديال بصح، طلعت لبيتي يلا شديت تليفوني، لقيت اسماء معيطه ليا بزاف. صونيت لها ما جاوباتنيش، يلا حطيت راسي باش الناس وهي تعيط ليا. بديت داوي معاها، قالت لي شنو وقع وفين غبرتي؟ قلت لها غير خدام ما ديريش في بالك. بقيت كنصدر فيها ودرنا باش غدا نتلاقاو، وقلت لها الناس راني عييت. تكيت في البلاصه داني الناس. الغد اللي فقت فطرت مع الخوادريه، الطاكسي كان عند الباب. قلت لها غادي الخدمه، قالت لي شوف بعد على الصداع الله يحفظك. عمر عاش حياته،
وعندو الحبس عادي، انت لا مازال صغير وما شفتي والو. قلت لها غير تهناي، هذيك اول واخر مره كي قلت لك، حتى عمر اخر مره ليه. انا دابا غادي نشوف اسماء. قالت لي يا على قبل اسماء درتي هادشي كامل ياك؟ حيت هما لاباس عليهم دوي. قلت لها شي 45% هذا هو السبب. وعاد زيدي باغي نعيش حياه زوينه وصافي. كنوعدك اخر مره هادي. قالت لي صافي غير دير في بالك بلي انت درتي بزاف ديال الحوايج وتبدلتي بزاف على ود هاد البنت هادي. ما تكونش بحال هكا فغاد الشخصيه ديالك. قلت لها خرجوا عليك التركيين، سيري تهلاي. خرجت من تما وطلعت في الطاكسي نيشان لعند الدار ديال اسماء. درنا البارح بلي غنخرج انا وياها اليوم. خرجات وركبات معايا وغادي نداوين والمزيكا، وقالت لي بلي مازال ما فطراتش. قلت نديها عند واحد خونا كيصرع المسمن في واحد الدرب، واخا الدرب شعبي بزاف وفي الدراري فيهم المشاكل، ولكن خونا المسمن ديالو يستاهل هاد المخاطرة هادي. دخلنا للداخل قصينا وخرجنا بالضحك وبالنشاط. وصلتها لليسي ومعا باغا تنزل قالت لي يا مهدي تليفوني طاح. كتقلب في جيابها. قلت لها يمكن لا خليناه في ذاك المحل. قالت لي اه كنت حاطاه فوق من الطابله. قلت لها انا غنمشي نجيبو لك. بقات عليا نمشي معاك وراه فين النوامر ديال العائله وكذا، وكتبكي عليا. قلت لها غير دخلي انا غنجيب لك التليفون تخرجي نعطيه لك. مشيت راجع لتما وشير لي واحد خونا كنشوف فيه كيبان لي داك علاء واقف قدام واحد الفيلا. وقفت ليه وطلع اللور خونا ما عرفنيش، يمكن السيد في عالم اخر. قال لي غير هنايا. وقفته في البلاصه اللي بغا ومد لي 20 درهم ونزل بالزربه. ما خلانيش حتى نرجع ليه الصرف ديالو. ضرني راسي هذا مالو زعما زربان هكا، واش عرفني هو؟ دفع عليا كبير حتى السلام ما قالهاش. بقى فيا الحال ديالو بصح. مشيت لذاك المحل لقيت اسماء سابقاني لتما ما كتسمعش، ما بغيتش نجيبها معايا. شدت الطاكسي وسبقاتني. قلت لها مالك علاش ما دخلتش لقرايتك؟ قالت لي راه عندي غير ساعه وما بغيتش تجيبني. وعاد زيدها يقدر بابا يعيط ليا الا ما جاوبتوش مشكله كبيره. قلت لها واخا واخا. لقيتي تليفونك؟ قالت لي لا ما لقيتوش. دخلت عند مول المحل كنعرفو من شحال هادي. قلت لي تليفون البنت بقى هنا. قال لي شي دراري جلسوا تما غيكونوا هما اللي هزوه، غادي نصيفط ولدي يجيبو الا كان عندهم، غير جلس انت ولا عليك. جلسنا وكنشوف فيها. قلت لها بنت الناس واش انت مريضه؟ كون قلتي لي بلي غتبعيني نجيبك معايا، علاش درتي هادشي كامل؟ شنو بداك التليفون؟ قالت لي والو والله انت يجيبوه وقلبو، غير بابا والنوامر ديال شي ناس الا مشاو ليا ما نقدرش نرجعهم. جالسين تما حتى وصلنا التليفون جابوا ولد السيد. قال لي مول المحل سمح لي السي مهدي غير شي براش. قلت ليه مالك والو موقع والو. خرجنا انا وياه من عنده، فشفت الباب بشويه سمعت ولدو قال ليه غير نوضوا المشاكل بيناتهم. انا فيا الوسواس اخويا، شديت داك التليفون قلبته من طق طق للسلام عليكم ما لقيت والو. رجعتو ليها غادي المحركين وداك الدرب كان خاوي ديال بصح. فداك النهار بالضبط غادي خارجين حتى كيبان ليا شي واحد في الطريق في الشانطي، بدات هي كتغوت. قلت لها غير الدراري ديال الدرب بلاناتهم هادو باش يوقفوا بنادم. قالت لي لا لا وقف وقف. منين ركز بان ليا داك علاء. وصلت غير قبيله. قلت لها بقاي هنايا. وقفت الطاكسي وقلت لها ما تنزليش. وقفت وغادي كنقرب وانا نعرفو بلي هو شجابو لهنايا. منين قربت لي بان ليا مضروب ضربه خايبه وجالس في الارض واحد شويه تكا. بديت كنفكر واش نهزو في الطوموبيل يقدر يموت ليا وندخل فيها للحبس، ولكن ما نقدرش نخليه بنادم هذا. وعاد كنعرفو. وقفتو غير بزز. السيد تبارك الله تقيل حيت شبعان لونطريما، حطيتو في الكرسي ديال اللور مع سديت الباب. بالي واحد خونا جاي كيجري هز مضايا. كان باقي بعيد شويه، هزيت واحد الطريط وراه قرب ليا وانا نصيفطها ليه. خوكم خيبره في التنيه اش كنزومي مزيان. حط ليا غير الحجر وبعد مني شي 500 متر نجيبها فيك نجيبها فيك. ضربت خونا حتى التكه بغا ينوض وانا نطلع في الطوموبيله تحركت بها. تلفت اللور بانت ليا ختنا معنقه وكتبكي. غادي كنفكر فين نديه 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 لدارهم. لا لا السبيطار، لا لا السبيطار تا هو ما بلانش ندي لدارهم. السبيطار غادي نجبد على راسي النحل. غندي فين حطيتو الصباح. بديت كنسمع فيها كتقول لي علاء علاء. ضرني خاطري ديال بصح واخا ما نكونش معاها ما تقولش ديك الهضره. وصلنا لتما كنكلاكسوني تحل الباب ويخرج واحد الشيباني مربي الشعر. قلت لي علاء مضروب. شافوه يعيط على بنادم
خرجوا شي ثلاثه ديال الدراري وديك مراته واحد مولا غاسطه وشي جوج عيالات كبار. هزوه هو يخرج واحد الشيبان اخر. كان بان ليا ديك النهار معاه في الاول في المحلابه، كان مضروب واحد الضربه في كتفه. قلت واش هاد العائله كاملين مبليسين؟ قال لهم دخلوه بالزربه وشاف وحده من دوك العيالات وقال لها ايا عيطي على الطبيب. دخلوه دوك الدراري وبدا كيشوف فيا. قال لي انت؟ قلت لي اه انا لقيته في واحد الدرب. قال لي عارف عارف، قصه طويله، دخل الا بغيتي تعرف. قلت لي لا لا بلاش، الله يشافيه، بلا ما تقول ليه بلي انا اللي جبته. ويعنقني وتم غادي داخل. كندور عينيا في الطاكسي اسماء ما كايناش. مشات لداخل معاهم ما قالت لي حتى شي حاجه، خلات الساكه والتليفون اللي فاتحه ليا راسي به من الصباح. هزيتهم وتبعت داك السيد قلت ليه عطي لديك البنت هادو راه ديالها. قال لي اسماء هذيك؟ انا وليدي سميتي رضا. قلت لي مشرفين. مشيت انا سديت البيبان ديال الطوموبيله وقلت تفو انا اللي جايبو لهنايا ومبهدل طوموبيلتي ومخاطر معاهم. شعلت ديال بصح كسيريت نيشان عند واحد عشيري كيدير لافاج، حطيت لي الطوموبيل وقلت لي واحد السيده ولدت فيها. قال لي واخا. تما غسلت حوايجي انا ومشيت للدار. تخوادريه كتسول فيا مالك فازق مالك؟ قلت لها بلاتي دخلت دوشت وبدلت حوايجي عاد جلسنا. قلت لها شنو واقع؟ بقات كتشوف فيا وقالت لي يا زار الكلاب هو اللي عندك اخويا واسماء فين هي دابا؟ قلت لها بقات معاهم، هادشي اللي عصبني غير شافتهم مبقتش كنبان لها كاع. اي هو مضروب ولكن ماشي لدرجه ما تقولش لي حتى غنبقى عندهم، حتى من حوايجها نساتهم وتليفونها حتى هو. خوادريه بقات غير كتشوف. قلت لها مالك دوي قولي كاين شي حاجه شبان لك؟ قالت لي اخويا نقول لك شي حاجه نطلع انا الخايبه في هاد القصه. قلت لها لا غير دوي محتاج لي ينصحني. نبعد عليها ياك؟ ما مرة غتنساه، يمكن اصلا هو احسن مني بألف درجه. كيفاش غتنساه؟ قالت لي يا مهدي راه الا ما درتيش القيمه لراسك ما كاينش اللي غيديرها لك. انت اللي ما كديرش القيمه لراسك قدامها، هادشي علاش وليتي كتبان ليها من المسلمات وكتقول صافي غنقول لي جوج ديال الكلمات وغيسمح ليا. قلت لها اختي راه القلب هذا شنو غندير ليه نحيدو؟ قالت لي تترجل ترجل شويه، بغيتي نصيحتي بعد منها ما تصلحش ليك ما عمرها تنساه. صافي سالينا ودير اللي بغيتي غير ما تبقاش تعاود لي هادشي راه كيضرني خاطري من جهتك. الصراحه كلامها كان بصح، البنت ما خليتش من جهدي معاها زعما اسماء، غادي نغيرها. قلت للخوادريه صافي غادي نبعد منها. قالت لي يا نشوف لك شي بنت الناس. قلت لها غير خطيني من هاد الزواجات. قالت لي مال امك راه هما اللي كيصدقوا في خبارك غنجيبها راه تكون كتحتارمك وتحشم منك حيت ما مولفاكش وبشويه بشويه تباغاو. قلت لها غنحيد امك من الحاله المدنيه. واش تيختي اختي اختي انت متاكده ولا شنو؟ خلي هادشي هكا هاد المده هادي، انا غادي نبدل نمرتي الا عيطات لي قولي لها مسافر. قالت لي ولا تاني مالك خايف منا؟ قلت لها لا غير ما بغيتش نشوفها زعما ننسى وكذا. قالت لي واخا واخا. المهم عمر راه قال لي بلي غدا غادي نتكاتبوا. قلت لها صافي غدا تكاتبوا وديروا شي حفله صغيره بيناتنا والناس ديال الدرب. عمر راه ما بقاش كيف كان، تبدل ديال بصح. داوين عليه وهو يبدا يدق، عمره طويل بحال الكلب. دخلته وبقينا داوين على غدا وقال لي صافي راه جمع الاوراق وكل شيء هو هذاك. قلت ليه انا ما تسالوني غير نقاد لكم الدار ونجيب لي الطيب وكذا. وهنيني منها اخويا، بقينا خالقينها. وقال لي راه نقدر ناخذ حقي من ديك الفلوس ولكن ما نكثرش باش ما يشكوش فينا. قلت لي واخا. خليتهم يدويو وطلعت لبيتي. اسماء ما عيطاتش ليا كاع، مشغوله مسكينه. عيط على السيد اللي كيخدم بالطاكسي باش يمشي ياخذو ويخدم به. جالس كنشوف في السقف سؤال واحد كيدور ليا في دماغي، داك علاء باش حسن مني؟ داكشي اللي درتو انا ما داروش هو. وزعما الفلوس خونا دارو مكاك زوينه وكبيره ولكن هي ماشي عقليتها هادي، زعما حيت انا ما عنديش شي مستوى في الدراسه وكذا هادشي اللي بان ليا. هما يطيحوا ليا الافكار ديال الزبل في دماغي. قلت علاش اللي ما نرجعش للدراسه؟ انا باقي صغير ومازال نرجع. نزلت كنجري عند عمر والخوادريه قلت لهم بغيت نرجع نقرا. بقاو كيضحكوا قالوا لي انت منيتك حقروني ديال بصح. قلت لهم غنسالي وغنزل النيابه نسول على راسي. رجعت للبيت هرست الكارطه خديت وحده من الدرب شارجيتها. بقيت داك النهار غير النعاس والافلام والافلام حتى الليل. بغيت الناس وبقيت كنفكر في هادشي كامل. اصلا الا بغيت ننسى غادي ننسى وراه لابد ما ننسى، حنا ما مناسبينش لبعضياتنا لا ماليا ولا فكريا ولا عاطفيا
ولا كدا كدا، لا بد ما نقول ديك كدا. المهم العزيمة والأفكار وكدا، ناس الغد ليها كتفيقني الخواد غيا غادي تكاتبوا نعماس. فقتهم يخرجوا، عمر رجع طوموبيلته بقيت جالس شوية غسلت وجهي، فطرت وطراسيت وجهي قديت حالتي، لبست وخرجت كنقلب على شي طيابة. لقيت وحدة مسمينها الحاجة، مشينا جبنا الدجاج وداكشي اللي خاصه، وقالت لي كاين اللي عاوني. قلت لها كاينين خواتها تيجوش، قالت لي لا ويلي مازال خاص، بغيت نجيب بنتي تعاوننا. قلت لها واخا الحاجة غير ما نوصيكش، اختي تاني ما غتزوج وبنفس السيد، وهو عشيري المرة الاولى ما كنتش حاملو، دابا ما بقيناش كنتفاقو كاع، بغيتك تحمري ليا وجهي. قالت لي يهديك الله خدمتي هادي ما تخافش. مشينا لدارها، دخلت تجيب بنتها شوية تما جايه هي واحد السيدة اخرى، طلعوا الطوموبيلة انا بغيت نتحرك وهي تقول لي وتسنى وليدي نجيب بنتي راه غتمشي معانا غير تسنى شوية. يتخرج بنتها واحد الزهرة كانت طويلة وبيضة بحال شي ثلاجة، طلعت حداهم السلام السلام، انا عين على الطريق وعين على حفيدة الحاجة. الحاجة جايبة بنتها وبنت بنتها، وصلتهم وخليتهم في الدار. الحاجة تيقة ديالها بصح، مشيت جبت شي تقضية ومشات معايا بنتها ديك الميمة راه اجيتها هي الحفيدة هي الشهبة، غادين وداوين وطالق عليها. كنقولها الدار ديالي وهاد الطاكسي ديالي، ولكن عاطيه لراجل واحد ختي وحدة اخرى خدام بيه، وان شاء الله ناوي ناخد جوج طاكسيات اخرين. المهم رجعنا وجاو خواتاتي كيقضوا في الدار عيطوا على بنادم. ديك البنت الشهبة الزهرة الطويلة غي جالسة وشادة تليفونها ما حيداتوش من الشارج، ميت المول بدري. غادينا للدار على رجليا في الدرب وكنعرض على بنادم، وهي تبان لي اسماء كتدق في بابنا، وقفت وما عرفت شنو ندير كاع. ديك الزعامة كاملة ديالي سالات هنايا تحدوا ليا هنا، وهي توقف عليا ديك الشهبة قالت لي بلي خاصهم الطوابل. قلت لها جابك الله بحال الدرهم ديال الحلال. قالت لي كيفاش؟ قلت لها ديك خيتي اللي عند داك الباب كنت معاها ودابا غادي تبقى تقاول فيا، راه ما صدقاتش بغيتك تعاونيني غير دقيقه، وقيلا راك فهمتيني شنو باغي، بغيتي ندور معاك كاع مرحبا. قالت لي لهاد الدرجه بغيتي تفك منا؟ قلت لها اه لهاد الدرجه دابا نعاود لك من بعد. بديت كنتمشى انا وياها لجيت الدار، اسماء شافتنا وتصدمات، قالت لينا السلامه، وكتشوف في هذيك الشهبه واحد الشوفه ديال زعما شكون انت، وهي تقول لي هذيك الشهبه ميدو شكون هادي؟ انا اول ما غنسمع هاد ميدو هادي عاد زيدني نعرف هاد سميتي مهدي. بديت كنشوف فيها قلت لها دخلي انتي للدار، وعطيتها سويرتي مشات وكنشوف اسماء. قلت لها بنت الناس ما بغيتش نقول لك هادشي بهاد الطريقه وفي هاد الحاله، ولكن ما بقى عندنا ما نديرو مع بعضياتنا، ما عمرك تنسي علاء. علاش غادي تنسيه؟ على ود واحد ما قاريش وماشي بحالكم، ما نقدرش ندير كتر من داكشي اللي درت معاك، ودابا غادي نشوف بنت بحالي وبحالها سمحي ليا. بقات غير كتشوف تما غاديه طالبه على دين امها، حتى انا صافي درت يخ غادي للدار الباب محلول. لقيت البنت ودانا عند الباب، قلت لها سمحي ليا على الفيلم التركي اللي سمعتي دابا. قالت لي عادي مالكم بعدا؟ قلت لها قصه طويله. قلت لها مزيان عاودها ليا اعتقني من هذا الملل. قلت لها واخا. بديت كنعاود ليها وكانت ديو في شي طوابل، البنت واقفه على الصح ابا عن جد. جلسنا في دار عمر كنعاود ليها، قالت لي ويني هاد البنت هادي باغهوشه ديال بصح. قلت لها صافي هادشي اللي وقع دابا ما عرفتش شنو ندير. قلت لي صافي دابا تنساها غير شويه ديال الوقت، صيفطوني وهي تلصقني تمشي معايا. ديتها معايا لعند واحد خونا في الدرب دي جي، مشى جاب الماتيريال ديالو باش يخدم لينا، حتى من دوك الجروبات ديال الدربوكه والغوات جبتهم، بداو دوك الولاد كيضربوا من جبتهم وزهينه ديال بصح. الخوادرية وراجل تصدموا كيحسب لهم غيلقاوني، واخد لهم ملفاي ومناضة. بنادم بدا كيجي داك الولد ديال الدربة دي جي زها لي الكوان ديال بصح. هاديك ختنا الشهبة الطويلة اللي ما عرفت سميتها لحد الآن قالت لي ديني للدار نبدل الله يحفظك، شفتي أنا عاونتك؟ قلت لها واخا ولكن ما تعطليش. ديتها واحد نص ساعة خرجات، غادينا راجعين وقالت لي راك ما مخليش في جهدك من ناحية أختك. قلت لها أختي الكبيرة هاديك مقام الوالدة وفي عينيا. بدات كتضحك وقالت لي مزيان هكا، مديت لها التليفون قلت لها قيدي لي نمرتك ما عندي مع مندوي يلا نبدل النمره. قالت لي بدلتي على ود هذيك؟ قلت لها ويه. قيداتها ورجعنا للدار، لقيتهم ما خلوش فين قلبوا علينا. المهم داز داكشي طوب
حسن من العرس الاول بمئة مره. او دير غير الامكانيات الضعيفه وخالقين السعاده وبنادم حاسدك مع العلم ما جبتش درهم من دوك الفلوس ديال الحرام. الحاجه كانت كتصرع الدجاج، كنفكر نتزوج بحفيدتها باش نستافد من هاد الموهبه الربانيه اللي عطاها سيدي ربي. قلت ليها كنفكر نتزوج من عندكم باش نبقى ناكل من يديك. قالت لي العفريت عينيك في نهاد. هاد عرفت سميتها نهاد، ما سولتها انا كاع. سميه عندها ما دايراش نهاد نهاد نهاد، سميه واعره. دوزنا الصراحه نهار زوين وخليتهم كيجمعوا الدار. وصلت الحاج جو بنتها وبنت بنتها غادي في الطريق وطالق عليهم. منين وصلنا خلصتهم ورجعت لقيت صافي تجمعات القضيه. تفرتك بنادم، مشيت انا لداري خوات عليا تاني. شديت التليفون في يدي لقيت نمرتها، بغيت نعيط لها ولكن الليل دابا. دخلت الواتساب ديريكت للنمره صيفط لها السلام شويه وهي تجاوب. بدينا كندويو انا وياها حتى لديك الجوج ديال الصباح. قالت لي بلي قاريه غدا، قلت لها اوكي بونوي. هي تعاود تقول لي ولكن نشوفك غدا الا بغيتي. نعتت لي الليسي اللي كتقرا فيه وكان نفس الليسي اللي كتقرا فيه اسماء. قلت لها بعدي على الليسي ونتلاقاو. قالت لي واخا اللي بغيتي. معاش بعدا قلت لها 12 مزيانه. قالت لي مزيانه. نعست الخوت وبس صعيبه اتفاق ماشي وحده ولا شي حد كتبغيه كيبقى راسك دارك. كنت تقول زعما تكون كتفكر فيها كما كنفكر فيها، زعما تكون بدلاتني وشكون هذا اللي مجربه غادي يفهمني. المهم الغد لي فايق معطل لقيت عمر معيط لي بزاف ديال لي زابيل. مشيت لعندو لقيتهم كيفطروا وعيطوا لي باش نفطر معاهم. جلست كنفطر معاهم وقال لي انت ما عندكش لي طيب لك جي سكون معانا. قلت لهم لا خذوا راحتكم انا قاد براسي. قالت لي اختي شنو قادي يديك نهاد؟ هنا وين طق عمر وقال لي نهاد ويبدي يضحك. بديت كنشوف فيهم. قلت لهم راه غير اصدقاء. قال لي اه اصدقاء. فطرت معاهم وقال لي عمر ديك الفلوس اللي جاتك خودها صاحبي ودير بها شي حاجه. قلت له حقك؟ قال لي حتى حقي خودو، انت محتاجو كثر مني وحنا عائله. بقينا داوين مجموعين شويه جبدوا الهضره على خوتي الكبار الدراري. قال لك ما جاوش البارح؟ قلت لهم انا ما عنديش خوت من شحال هادي، عندي ثلاثه خواتاتي بنات. واخا نشوف هادوك كيموتوا نزيد نخوي عليهم ليسانس باش تشعل فيهم العافيه. قال لي يا عمر الا صاحبي راهم خوتك، الا ما قدرتيش تسمح لهم دير بحال ما كتعرفهمش وبيناتكم السلام. قلت ليه قلب هذا الموضوع. اختي كرشها كبرات ومبقى لها والو. قال لي يا عمر ما عرفتش اش نسميوها. قلت لي ويلي وش بنت ما في خباريش. قال لي اه راه مشينا داك النهار ونسيت ما قلتهاش ليك. قلت لهم واخا فيها خير. خليتهم وخرجت جبت لي كيخدم في الطاكسي. هاد المرة اتفقنا شحال خاصو يعطيني في النهار باش ما نضيع لا انا لا هو. عجبو الثمن اصلا غير راجل الخوادريه. مشيت كنحسب في ديك الفلوس كامله اللي عندي في الدار. دابا غير بوحدي والفلوس كلها ديالي بوحدي، خصني ان شاء الله فراسي. بالفرحه حابس الدموع غير بزز. جمعت داكشي وشديت الطاكسي داني البانكا، درت داك العجب في حسابي ما خصوش يبقى في الدار. رجعت خديت الطوموبيل ديال عمر ضربت الحطه ومشيت كنتسنى في البنت حدا الليسي. صراحة ما جاتش معايا هاد الحديدة وجهي ماشي ديالها، بنادم غير يقول بلي شي فور ولا شي لعبة. بانت لي خرجات وانا نصوني لها نعات لها الطوموبيلة وهي تجي. طلعت سلام سلام قلت لها نتحركوا. قالت لي اه يلا. مع الدورة انا كتب لي اسماء واقفة هي وشي بنات. تانا تقلت بالطوموبيلة بشوية بغيت تشوف على خاطرها. بقيت تا شافوني مزيان هنا نهادية تقول لي نزلني. قلت لها علاش؟ قالت لي وليت في أراضي التجارب عندك دير بيا هكا باش تقلي ليها السم. قلت لها لا 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 لا. قالت لي مني هكا علاش بقيتي دايز بشويه من قدامها وعلاش ما مشيتيش من شي طريق واحد اخر؟ قلت لها سمعي من الاخر انا وديك البنت سالينا، انت عاونتيني البارح قلت نديرو شي غدا نعوض عليك. انت عاونتيني البارح وقلت نديرو شي غدا نعوض ليك. منيتك غادي نقلي بك السم، انت احسن منا 100 مره وانت ماشي بحالهم. بقيت كنتعنب عليها الطريق كامله حتى وصلنا لواحد لقنت نقصيو فيه. نزلنا تغدينا وداوينا. قالت لي بلي سالات حتى هي مع شي واحد غير شي يومين.
سمعتها قالت لي صافي الله يجعل البركه من داك التبغايش. قالتها وكتعني بها وحده في الجوج، يا باغا تقول لي بلا ما تحلم ولا دولي غير زعما قصد بابنا انا باغا الزواج. قال سين داوين وهي كتعاود لي على خونا، لقيت راسي كنعاود لها على اسماء كيفاش تلاقينا وكاع التفاصيل. قالت لي ما لاحظتيش بلي ما حيدتهاش من فمك؟ قلت لها ويا راه ماشي ساهله تنسى شي واحد في نهار. قالت لي حتى انت زدتي فيه. صراحه البنت ما دارت شي حاجه، سيد اللي قلتي عليه كان مضروب وما عرفت يموت، راه مش شي حاجه بقات طالقه عليا. حنا زعما بغينا نديرو الكحل في البيض، صدقات مصلحة اجتماعية وصلتها لدارهم. البنت تبدلات من فاش تلاقينا حتى لفاش بديت داوي على أسماء. أنا معمر راسي بلا الدراري الصغار وتابع الحريم، خصني خوي دماغي من هادشي. رجعت الطوموبيل لعمر ووصيت عشراني على شي محل غندير شي كراج وغناخد شي جوج ديال الطاكسيات وينهلبو الزلط. واحد السيمانة غير خدمة وجري كنطلع في الوريقات، تقيدت في باك حور. قلت لكم بلي في قدرني خاطري خصني نقرا. المهم المحل لقيته وشريته وبديت كنعمر فيه، لقيت الدراري اللي خدموا فيه بالزربه. سيمانه درت فيها داكشي اللي ما درتوش في حياتي كامله. اودي الفلوس كتلعب دور كبير، وليت عاطيها غير الخدمه في داك الكراج. واخا مولشي ولكن بغيت نبقى مشغول وزاهي. درت شويه ديال المراجعه ودخلت لواحد المدرسه كنمشي لها في الليل. نهاد مبقيتش كندوي معاها كاع، حتى هي بحال بغات تخلي ديك المسافه بيناتنا، حتى انا خصني الوقت نعرف شنو باغي وشنو غادي ندير. خوكم دار عقلو وخا في مده قصيره هكا حياتي ولات زوينه تفضل داك الصرف اللي جابو لي الله. خديت واحد التليفون زوين وعطيتها للتسركيل، شي بلايص ما عمرني حلمت نمشي ليهم مشيت ليهم. بديت كل جمعه في العشيه كنسافر لشي مدينه، كندوز السبت ولحد تما والاثنين عاد كنرجع. خوات غيا قرب شهرها، عمر غيبيل سكنت معاهم ديك المده. مره كتجي وحده في خواتاتي للدار، ما عليناش قاربوا الامتحانات خوكم بزز باش كيكتب سميتو بالفرنسي. اسماء صافي من ديك الوقت مبقيتش شفتها ولا دوينا، عرفت شحال من شهر ما دويناش، ولكن ما كيدوش شي نهار ما كنقولش في دماغي واش تكون مازال عاقل عليا. واحد الليله كنفيق على صوت الخوادريه كنشوف في الساعه لقيتها 4، ضغني خاطر السطح حيت عرفتها غتولد. بقيت عمر حتى وجهي لعندي كيترعد، قال لي غتولد انا ناري شنو غنديرو؟ قلت لي ترجل اصاحبي مالك، غنديوها للسبيطار ونشوفو شنو كاين. هزيناها في طوموبيلتو غاديين بالزربه، وصلنا لتما دخلت شويه وولدات، داكشي داز عادي وغير في مده اللي قليله. عمر بالفرحه كنت شاك فيه غادي يكتب ليها كاع داكشي اللي فراس مالو. دابا انا وليت خال، نقدر نسمي على راسي اني شفت. جاو خواتاتي وانا خدمتي غير السيلفيات والفيديوهات، الذكريات مهمين. بقينا داك النهار غير جرى حتى العشيه، عاد رجعنا للدار. ما بقيتش انا الصغير وليت خال كان غير. المهم دوزنا ديك السيمانه ضحك وفرح، البنت سماوها صفاء. من بعد انا ما جلست معاهم وما رجعت لداري، صافي الله يجعل البركه نخليهم يعيشوا حياتهم على خاطرهم. مشيت لخدمتي غاده مزيان، كل ساعه كنمشي نشوف صفاء بنت اختي. وليت خال مسؤوليه. عمر دار عقلو ديال بصح عشران القدام قلب عليهم، عطاه التسركيل مع مراتو مرة كيدو صفاء معاهم. مرة كنقابلها انا وليت بيبي سيتر، سمعتو لونكل اللي كيولات عندي غير كتشاير. هادشي من المراجعه. بداو الامتحانات داخل طالق فيا النفس، نجح ولا ما نجحش ما عندي ما ندير بها. حجاباتي في جيبي، تليفون في الكالسو ديك المدرسه اللي كندير فيها السوايع دايرين جروب، والاستاذ عاملنا دار لنا سيمانه والصرف ديال الفروض باش نعقلو. تعلمت بزاف ديال الحوايج من هاد المراجعه، وهادشي علاش كنت كنحفظ ماشي باش ننجح، غير باش نعمر هاد الراس. والصدمه اني نجحت وجايب 13 عمي، الدار تصدمو وكنت حاقر راسي ومتبدل والو، خدمتي بقات غاديه هي هاديك. خواتاتي هنا بداو عليا تزوج صباح وعشيه، وليت كنخرج نسافر بزاف غير باش نبعد عليهم. عمر حتى هو غير دور ويقول لي تزوج اصاحبي ما حدك مازال صغير، انا يلا في عمري 21 سنه باغيين ينكدوا عليا حياتي. قلت في دماغي اجي تكون اسماء زعما نجحات وممكن تكون كتفكر فيا. بالي ديما كان معاها، في واحد النهار ناعس في داري حتى كنسمع الدقان ديال البوليس، شدتني تبوريشه ياك ما عرفوا شي حاجه.
كنطلم من الشارجم كيبان لي داك السيد اللي سميتو ريضه. عقلت عليه با تعالى حتى داك الولد علاء ومعاهم عمر. تخلعت قلت مال هاد ولاد الناس هادو دقانهم كيدير البوليس. كان يحسب لي البوليس في الاول. خرجت عندهم بالبيجاما ديال الناس. سلام سلام شنو واقع شنو جايبكم فهاد الصباح؟ ويقول لي عمر رجال جايين يدويو معاك. انا كنشوف فيهم وغنقني داك الولد علاء. عرفت بلي رضا قال ليه بلي انا اللي خرجتو من داك الدرب داك النهار. قلت لهم دخلوا دخلوا. جلسوا في الصالون. دخلت الكوزينه واحد القرعه ديال العصير حطيت كيسان عمرتهم حطيتهم لهم فوق الطابله. قال لي علاء مهدي شكرا اخويا انت اخر واحد قلت غادي يعاوني شي نهار. قلت لي الله اودي مرحبا وكان واحد اخر نديرها عادي. قال لي باه اولدي ماشي هادشي علاش جينا اليوم. قلت لي علاش؟ قال لي علاء راك عارف جينا على ود اسماء. قلت لي اسماء ولكن حنا سالينا شوره هادو. قال لي علاء ساليتو ولكن البنت ما كتحيدش سميتك من فمها صاحبي. دابا نوريك. دخل الواتساب وسمعني ختنا شنو كتقول والدموع. دخل الواتساب وسمعني ختنا اش كتقول وكتبكي. قلت لي امتى بتمشي لفرنسا؟ قال لي اليوم في العشيه. بتبعد على دارهم باش تنسى كل شيء. قلت لي تنساك انت ماشي انا. بدا كيضحك وقال لي الساطي يهديك الله انا مزوج ومراتي حامله. وهذا اللي جالس حدايا راه نسيبي وراني كندوي معاه عادي بحال ختي. بقيت كنشوف فيهم كنحسب لي با هذاك وينطق عمر وقال لي امهدي كتكذب على راسك ولا علينا؟ البنت بنت عائله وزوينه وما بغيتيش على الزعمة. سير عند البنت طلب منها السماحه. تجمعوا عليا بثلاثه وتبارك الله رضا وعلاء على الصح. وحتى عمر طالق عليا قنعوني وتنا على سبه. قلت لهم شنو غادي ندير؟ انطق علاء وقال لي اسمعني هارب على ما شريكي انا اللي عارف البنت ما غاديش تلقى بحالها. بقيت كنشوف فيه. قلت لي سير سير انت عندها وهني الوقت. قال لي نوض بدل غنمشيو دابا لدارهم. ما قدرتش نقول لهم لا بدلت حوايجي. ما قدرتش نقول لهم لا بدلت حوايجي. علاء غادي معايا وعمر راكب مع رضا غادي. وكيقول لي داك علاء شكرا والله كون ما هزيتينيش داك النهار ووصلتيني للدار محال نكون حي. قلت ليه ما ديرش بالك كون كنتي في بلاصتي غادي ديرها. قال لي راه داكشي اللي ضارني في خاطري انني كون كنت في بلاصتك والله ما نديرها. بديت كنشوف فيه. قلت ليه يهودي انت ولا مالك؟ ضحك وتمينا غاديين. وصلنا وكيزعم فيا. انا بزز باش زعم حيت شهورا وانا كنتخيل هاد النهار. نزلت غاديين كاملين وكندق وهي تخرج مرات خوها. سولنا عليها وقالت لنا راه خرجوا شي نص ساعه دابا هي وخوها غادي يوصلها للمطار. انا شفت في الرجال اللي معايا قلت صافي ما كتابش. وجرني علاء للطوموبيل وقال لي كنعرف كتسوق مزيان. قالتها لي هي بين لي تقدر توصل قبل منهم كاين مطار واحد وانت عارف الطريق محال يوصلوا في نص ساعه. انا كنشوف فيه الولد باغيني نوقف ونوقف ختنا باي شكل كان. الطوموبيل عندي لاصقه للارض روايد كيدورو في بلاصتهم وكسيريت وبديت كنخيط في الحديد. خونا تخلع كاع قال لي يا صاحبي دابا نموتو ما غاديش نوصلو كاع عندك البوليس يتبعونا. انا شحال وانا كنتسنى هاد الفرصه هادي. بغيت نسوق هكا في 20 دقيقه تقريبا وصلنا لتما. كنشوف عمر ورضا مازال بعاد. دخل انا وعلاء المطار خونا غير كيضحك قال لي فيلم هندي هذا الساط. واحد شوي بان لي اخوها جاي وقفنا عليه وقلت لي اسماء السيد تصدم نعت لينا الباب وقال لينا راه غتكون ركبات. علاء شد ليا في يدي وبدا كيجري انا غير جارني. وصلنا للباب واحد السيكيريتي من بعيد كيقول لينا وقفوا ولكن ما امن. ما وقفناش. علاء داير بحال شي جون سينا دفعوا بالجهد حتى طيحوا وقال لي جري دخل. عطيتها الجره وتمي الداخل. وعلاء كيقبض دوك لي سيكيريتي ما خلات حتى شي واحد يتباني وبنادم كيصور. دخلت في داك المامار شحال ما جريتش هكا عييت ديال بصح نفس قطعات فيا. واحد شوي بانت لي غاديه في داك المدرج. هاد الفيلم كامل ونخليها تمشي ما نقدرش. ما لقيتش منين ندوز الباب مسدود. كنضرب في داك الجاج قاصح ديال بصح محال تسمع صوتي. جاو دوك السكيريتي زربوا عليا وما عرفتش شكون الفوقاني. داروا ديك عرام تشيش ولا ما عرام الدجاج لتحتاني يموت. انا كنت كنشوف فيهم مجموعين عليا كون غا خلاوني ناس قال ما يجيبوني لهاد الشيء. بقى فيا الحال دابا. وقفوني كندور في وجهي تبان ليا كتشوف جيتي وكيجرو فيا وانا والو كنتغطى معاهم.
داوني لواحد البيت لقيت علاء تما تا هو سال خينو قال لي شنو دويتي معاه قلت لي شافتني ما عرفتش واش مشات ولا لا بدا كيضحك وقال لي مجهودنا مشى في الخاوي بقيت كنضحك قلبونا مزيان وما خلاوش شي حاجه ما داروهاش جاري دا جاب محامي شرح ليهم بلي خطيب شي كانت غدا تسافر بقاو مطلعين عليا كيقول لي واحد الاخ عنده جنسيه مغربيه ولكن انا كنت ساكت المهم خلونا نخرجوا بعد ما طلبنا المسامحه غادي خارجين وكيقول لي علاء صافي ترجع ودوي معاها شحال جهده ما تبقى تما ولا نشوفوا نمرتها من عند خوها حيت بدلت النمره القديمه خرجنا عادي وهي تبان لي جالسه في الطوموبيل ديال خوها صدمت نزلت كتضحك وما عرفت شنو نقول نقز علاء وقال لها بنت الناس هاد الفيلم كامل باش ما يخليكش تمشي قولي شي حاجه بدات كتشوف فيها وهي تقول لي عارفك نهاد غادي تجي بعدا قلت لها يهديك الله نهاد غير صديقه سوليها الا ما تيقتيش انا بديت كنشوف خوتنا وصافي بغينا ندويو بوحدنا طلعت معايا في الطوموبيل وتحركت انا وياها غاديين وكتعاير كتقول لي فيك تات الشوارع كاملين اللي فاتوا وكتسول شي اسئله تاهما صعاب انا كنشوف فيها قلت ليها انت اللي كتشوفي علاء كتنسيني قالت لي لا المهم بلا ما نطول عليكم جلسنا في بلاصه زوينه البنت مازال باغاني وحتى انا قلت لها صافي نالو الشيطان اللي دخل بيناتنا قلبنا ضحك بديت تشوف بنت الخوه دغيا رجع كل شيء كيف ما كان رجع كاع احسن بمية مره نقدر نعيش في بلاصه احسن ووضعي احسن قالت لي لا نعيش في ديك الدار وفي ديك الدرب ما تبدل والو انا اصلا بغيتك بهذا الشيء وهذه هي قصه مول الطاكسي خطبتها من عند باها وكانت كتخلعني بيه السيد عيبو الوحيد انه معقول بزاف ولكن لقاني حتى انا عقليه اولد سكول قديمه معاه قال لي مازال الحال على الزواج وبالصح ما نقدروش نزربو في شي حاجه بحال هادي خوتي الدراري بيني وبينهم السلام في العيد كنقولو مبروك عيدك والسلام صافي هادشي اللي وجه الله اما فعيلهم ديال القتيل المهم نخليكم دابا نمشي نتعشى اصدقائي القصه سالات ونتمنى تكون عجباتكم فيها شويه الكوميديا وفيها شويه ديال الرعب وفيها حتى الاكشن وفيها هذا الحب نتمنى تكون عجباتكم بارطاجيو الفيديو واحبكم في الله ليله سعيده اديوس اميغوس